بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صوت تمام كده يا جماعة؟ كله تمام؟ لو في حد مش سامع طيب. احنا اتفقنا على الأسبوع اللي فات اتكلمنا فيهم المحاضرة بتاعتنا، هنفتح الباوربوينت بتاعنا. كده النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن الديناميك بلوك. بعد إذن على التأخير يا جماعة، بس المشكلة كان عندي في النت المرة اللي فاتت، كان النت عندي ضعيف. الصوت كده تمام يا جماعة المرة دي؟ احنا اتكلمنا عن اللايرز، وبعدين التكست والانوتيشن والتيبلز، والنهارده الديناميك بلوك ان شاء الله. بالنسبه للحاجات اللي فاتت، في اي اعتراض يا جماعه؟ مهندس ادم بيقول مش هينفع ان انا اتكلم بس. انتوا اولا لازم تكونوا متفاعلين معايا وتعملوا الخطوات معايا، بس يعني اذا سمحتوا انا هعمل خطوه واقول لكم اتفضلوا، عشان بس ما حدش يبعد عن الشاشه ويفتقد حاجه. انا هعمل خطوه واقول لكم جربوها، وهحط مشاكل في النص كده ونحاول نشوف لها حل. تمام كده يا جماعه؟ اللي عايز اتفضل بقى. ازيك يا استاذ حسن؟ ازيك يا فندم؟ معاك احمد ادم يا فندم، ازي حضرتك؟ ازيك يا باشمهندس، عامل ايه؟ الله يخليك يا استاذ حسن. طيب نبتدي بسم الله. الناس كلها صوت واضح معاها؟ توكل على الله يا باشا، اتفضل. لو حد مش صوت بتاعه مش شغال، انا سامع صوت واحد بس، فلو حد عايز يعمل يفتح ان ميوت ويتكلم. تمام يا جماعه، هنتكلم عن الديناميك بلوك. الصوت واضح تفضل. هو ايه الديناميك بلوك؟ كده هناخده ده هنا، ده بلوك معانا دلوقتي، بس حجمه ما بيتغيرش. لو حبيت انزله في اي مكان تاني ثابت. طيب انا عايز اعمل بلوك، بس ايه هو التوب ده متغير. حضرتك هتشرح دلوقتي ازاي نكاري الديناميك بلوك، مظبوط كده؟ نعم تمام. اول حاجه هفكر فيها، انا عايز البلوك بيبتدي منين. دي اهم حاجه انا عايز الانشائيين بقى، او الباب او شباك، عشان في معماريين عندنا هنعمل بشباك. ده الشباك يا جماعه بيبقى فيه الحيطه مثلا ولتكن 200، نشوف الواحد عندنا بس كام، يبقى كده كبير قوي اهو. الحاجات دي جاهزه، بس انا مش عايز ابتدي حاجه جاهزه، انا عايز ابتدي ايه من الاول خالص، سكراتش فروم سكراتش، من البدايه خالص عشان نحس بالموضوع ونبتدي فيه. تمام، فنرسم شباك هنا. الشباك مقاسه كام؟ اقل شباك اللي هو 60 سنتي بتاع الحمام. في شباك ممكن يعمل اصغر من كده يا باشمهندس؟ الحيطه عندنا، هنقول الحيطه عندنا 200 ميس ديستانس، نشوف الحيطان كام، هنلاقيها 200. طيب الشباك ده انا عايز اعمله متغير للحيطان، في حيطه 12 سنتي 20 سنتي و25 سنتي، في مسافات مختلفه، فانا عايز اعمله العرض ده متغير. دي نقطه. النقطه الثانيه، العرض ده طول الشباك نفسه بقى متغيرين، يعني الاتجاه ده كده ماشي، وفي الاتجاه ده كده متغيرين. تمام، اول حاجه هعملها ايه؟ هروح فاتح مكان الشباك عشان
افتح عشان اللايرز، هعمل اللاير بتاعتي، هقول لاير في اتنين لاير هنعملهم اللي هو الوال. طبعا احنا يعني هنتجاوز بقى عن حته ان احنا نسمي اسامي بطريقه معينه، هنتجاوز عنها. وفي اللي هي الويندو، هنخلي الوال مثلا لونها اخضر والشباك لونه ازرق. ده شباك كده يا جماعه عادي، في هنا الحيطه بتاعت الشباك، حرف الحيطه والحيطه هنا والحيطه هنا، تمام كده يا جماعه. عايزين بقى نعمل ده بلوك. البلوك عامه الشباك لا، هيبتدي من الحرف، لان هو هيبقى بدايته الحيطه، ويبتدي يكبر ويصغر ويقصر، تمام. فانا هاخد ده كله كده واعمله بلوك، واقول له ويندو 600 اهو. تاني بيج بوينت هنا و ال هنا. ويندو 600، متفقين كده يا جماعه؟ طيب البلوك ده عايزين بقى نحوله ديناميك بلوك، هو بلوك عادي جدا، عايزين نحوله، هنعمل بلوك اديت تمام، ونحوله باستخدام الاوامر دي. ادام استخدمنا الاوامر دي معاه، هو يتحول كده ديناميك بلوك لوحده كده، ديناميك بلوك. طيب الادوات دي ايه؟ ناخد نظره سريعه عليها الاول. في البارامترز اللي هي اتجاه الحركه، هنعملها فين؟ هنا في من نقطة ما، هنا لينير خط مستقيم، هنا خط غير مستقيم، هنا array، rotation، alignment، flip، visibility، ولوك اب، والبيس بوينت، تمام؟ دول ثابتينهم. الاكشن بقى هو الحركة اللي عايز اعملها عليه. فهنبتدي من النقطة من الأول، بس هناخد هنا ونحدد احنا عايزين من النقطة دي للنقطة دي. الاساسي بتاعنا يا جماعه ان هو بيبقى فيه اسم، دي زي الدايمنشن بالظبط، بس هو اسمه الباراميتر. هنعمل له اديت، هنلاقي الحاجات اتغيرت، هنقول له ايه؟ لينكس. تمام يا جماعه. طيب الشباك بيكبر منين؟ ده الكتف بتاع الشباك اللي هو ده، اللي هو الجزء ده الكتف بتاع الشباك، والجزء ده كمان بتاع الشباك، كتف الشباك. كتف الشباك بيبقى ثابت، واللي بيتغير بيبقى من النص من هنا. يعني انا عايز اكبر، هقول له الحته دي كده هي اللي تتحرك معايا، الجزء ده هو اللي يتحرك معايا، فالجزء ده اللي بيتحرك معايا، فالباقي هيكبر معانا، تمام كده. فانا عملت الباراميتر، اخش بقى على الاكشن. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ستريتش. ستريتش اهو، نتتبع دايما الكتابات اللي تحت في الكوماند لاين عشان هي بتساعدنا قوي. بيقول لي سيلكت باراميتر، هاخد باراميتر اهو، وبعدين بيقول لي ايه؟ سبيسيفاي ستارت بوينت. هو بصوا يا جماعه، هو ملاحظين ان النقطه الحمر اللي ظهرت دي، في بوينت حمر ظهرت اهي، وفي واحده هنا اهي. فهو بيقول لي انت عايز النقطه اللي بتتحرك انهي؟ فانا عايز احرك الجزء ده اللي اتحركه، فهدوس الناحيه دي، تمام. بيقول لي سبيسيفاي فيرست كورنر اوف ستريتش فريم، الجزء اللي هيتحرك، فانا هقوله الجزء ده كده اهو، من هنا لهنا كده، تمام. بيقول لي سيلكت اوبجكت، هروح برده سيلكت الاوبجكت ده اهي. ما تقلقوش، هو اذا كان حدد الباراميتر نفسه او المربعات ما تقلقوش، هو الاوبجكت عندنا بس هي اللي بتستعمل معانا. خلاص كده خلصنا سيلكت اوبجكت، هنقول له انتر عشان اعتبر خلصت كده، تمام. راح قايل له بقى ايه؟ راحت فين؟ اوكي.
اهلا وسهلا بالاخوه الجميع اللي لسه داخلين دلوقتي. احنا لسه مبتدئين. اللي بنعمله احنا دايناميك بلوك. الدايناميك بلوك هو ايه؟ احنا بس هنمسح ده بقى عشان ايه، معلش الاخوه الجداد اللي جم، هنزود الحديد بس. بنرسم احنا عايزين نعمل شباك. احنا رسمنا الشباك في الحيطه، ادي الحيطه بتاعتنا اهي، وده الشباك اللي احنا رسمناه فيه. تمام كده؟ فاعمل له بلوك اديت. اوكي، الاوتوكاد الديناميك البلوك العادي هو بلوك. ازاي احوله ديناميك بلوك؟ ان انا استعمل الباراميترز مع الاكشنز. تمام يا جماعه؟ فانا هاخد دي الباراميترز عندي. الباراميترز دي لو عايز احرك من نقطه معينه، دي لو خدت لينير كامل دي لها زي المستقيم افق او راسي، والبولر اي نقطه في اي حته. وبعدين ده الاري روتيشن الاينمنت، طبعا هنخش عليهم كلهم واحده واحده. هنا الاكشن بقى اللي ده، انا هنا بقول له اتجاه الحركه بتاعتي، الاكشن بتاعي انا عايز اعمله اتجاهه ايه، بختار من هنا. وبعدين الاكشن نفسه هو بيبقى هنا، فانا عايز سكيل او ستريتش، بولر، روتيت، فليب، وهكذا. طب هنعمل ايه اول حاجه؟ اول حاجه لازم ناخد لينير اهو من هنا لهنا. دايما بعود نفسي ان اتجاه الحركه فين، اللي انا عايز اعمل له ستريتش هو الحته دي، فهي خليها النقطه الثانيه. يعني ما اجيش على اللينير انا عايز احرك الجزء ده اروح عامل كده، لا هنعرف ليه دلوقتي بعدين. تمام؟ فدايما الحركه دي نخلي بالنا ان انا لما اجي احرك تبقى النقطه الثانيه. طب ليه؟ عشان انا النقطه دي ما تظهرش عندي، النقطه الثانيه ما تظهرش عندي وتعمل لي العلامه الصفراء دي، فانا بعمل سيلكت على الباراميتر واخليه هنا اخر حاجه في البروبرتس. هلاقي حاجه نمبر اوف جريبس، هما اثنين هخليهم واحد عشان تريحني ما تتعبنيش. عشان كده معنى العلامه الصفراء يعني في جريب مش متاخده، مش معمول لها اكشن، فكده بحس ان الايه الشغل عشان شغلي يبان. طيب نخش اكشن بقى عليه، سكيل ولا ستريتش؟ عايزين نعمل ستريتش، عايزين نشده كده اتجاه ده. تمام؟ فنمشي. هنخلي بالنا من الكوماند لاين تحت، بيقول لي سلكت باراميتر. ادي سلكت باراميتر اهو، بيقول لي سبيسيفاي باراميتر بوينت تو اسوسييت وذ اكشن. فهنا بيظهر دايره حمراء، بوينت حمراء اهي، نقطه حمراء هنا. لو انا عايز احرك من النقطه دي بقف عندها، لو عايز الناحيه الثانيه بقف الناحيه الثانيه كده، هيبقى دي. طبعا انا عايز الناحيه دي، فهدوس قريب منها لغايه لما تيجي دهيت، واقول له ادوس عليها كده اختارها. بيقول سبيسيفاي فيرست كورنر اوف ستريتش، انا عايز احرك الجزء ده كله كده، فالكورنر اللي انا هستعمله هيبقى من هنا لهنا كده. او بيقول لي ايه، بيقول لي سبيسيفاي اوبوزيت كورنر. اوكي، يبقى هو الاكشن اللي هيتاخد في الحته دي بس. طب لازمته ايه المربع ده؟ هنعرف بعدين هيفرق معانا في ايه. مثلا هنا ده مش هيتحرك معايا، الجزء ده مش هيتحرك معايا، انا عايز اقول له بس الحته الجرابس. نكمل بس ونشوف عشان بس نعرف نشاور اهو. بعدين بيقول لي سيلكت اوبجكتس اهو كده، خدنا الاوبجكتس اللي هنا. بعدين تمام، اقول له ادو انتر كده اتعملت معايا. طيب لو حبيت يا جماعه، بصوا لما امسك الاكشن ده بيظهر لي نقطتين هنا اهو، ده المجال بتاعي عشان اتاكد من نفسي ان انا مظبوط. تمام اروح اقول له كلوز وسيف تشينج، اقول له يس. جينا هنا هنلمسه كده، هنلاقي النقطه ظهرت اهي. اهي فاكرين الحركه اللي عملناها اللي هي بوينت نمبر اوف جريبز وخليناها واحد، كان هيظهر المثلث هنا زي ده، المثلث الساين ده زي هنا، كان هيظهر هنا وهيتعبنا. طب هنا الشباك اتعمل خلاص. طيب نيجي بقى يا جماعه نكبر من 60 نخليه 100 كمان. فانا عندي اهو، عندي في البلان بتاعي في ثلاث شبابيك، واحد هنرجع ده ثاني اهو، ده 60 اللي عملنا عليه، ده 70، ده 80، ونحركه 100 كده. طب انا عايز نفس الشباك بنفس الاسم اللي هو ويندوز 60 بس. تمام، هحركه هنا، هروح ماسك الجريب دي وحركها كده، وماسك الجريب دي وحركها كده، ودي ثابته مكانها كده. تمام يا جماعه؟ طيب تحبوا نجرب النقطه دي؟
اللي عنده نفتح الشات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حماد يعني سعد، احنا كررناهم 3 مرات ليه دلوقتي؟ أنا عايز أوري حضرتك أنا بعمل الاستريتش ليه؟ يعني أنا تمام. عندي حضرتك بتحط شباك مثلا، يعني أنت حضرتك معماري بتحط شباك، فأنت مش هتحط لكل مقاس شباك، صح كده؟ تمام. أنت عايز، أنت الأول كنت تحط كل مقاس شباك. طب إحنا عايزين نعمل شباك واحد ونستخدمه كذا مقاس، يعني عندك مقاس درفتين، شباك الدرفتين من مقاس كام لمقاس كام؟ من متر لمتر 20. طب انت عندك متر ومتر 5 ومتر 10 ومتر 15 ومتر 20، ده حسب التصميم، حسب ما انت حضرتك عاوز في الواجهه، فانت بتحطه في بينزل في البلان. فانت ادي متر ومتر 5 ومتر 10 ومتر 15 ومتر 20 اربعه، فانت عايز توفر على نفسك البلوكات، مش كل شويه هتعمل بلوك بعرض واسترتش والحاجات دي كلها. فاحنا بنعمل بالشكل ده، تمام كده؟ تمام. جه شباك تاني اكبر منه اهو، نفس الحكايه، اروح عامل اهي كبر اهو، هروح ماسك السهم دي ده، وكل اللي هعمله ان امسك السهم واحركه كده، تمام يا جماعه؟ مش واضح، حاضر نغير. طب دي النقطه اللي جاي لها الرئيسيه التانيه، جايه هنغير اللون، نخليه مثلا خليه اخضر، احنا خدنا خليه احمر، شباك احمر. ناخد الحيطة دي نحطها في الحيطة في الأحمر كده، واضح يا جماعة؟ الستريتش والاكستند طيب ادي اهو، انا مش فاهم، مش عارف ايه الاكستند دي، زوم اكستند، زوم اكستند والاسترتش هو الاسترتش الامر. المهندس عماد غنيم بيقول ايه الفرق بين الاسترتش والاكستند؟ هي فين الاكستند دي؟ انا مش، انا عارف زوم اكستند في الزوم. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله ورحمة وبركاته. الله وبركاته. طب لو سمحت يا باشمهندس، لو كنا عايزين نضيف تكست مع الشباك بحيث ان لما اعمل الاستريتش اسم الشباك كمان يظهر معاه، وهل لو انا اشتغلت دوت مثلا لواحد ل 1000 ينفع اشغله برضه واحد ل 500، ولا هيبقى كل سكيل هعمل له دايناميك لوحده؟ جزاكم الله خيرا. تمام، هنرجع للانوتيشن بتاعنا. انا عايز البلوك ده عايزه دينام، عايزه يتاثر بالانوتيشن ولا لا؟ دي نقطه هعمله. لو عايزه يتاثر بالانوتيشن هعمل بلوك اديت، بلوك اديت بي اي، واقول له هنا انوتيتيف، هو بيقول انوتيتيف اقول له نو. لو انا عايزه انوتيتيف هيبقى اقول له يس، لكن انا عامله نو عشان ما يتاثرش بالسكيل، ما يتاثرش بتكبير وصغير وتصغير اللوحه. دي حكايه البلوكات اللي هي ده الموضوع اللي اتكلمت عليه المره اللي فاتت، اللي هو الانوتيشن، لما عايز اعمل بلوك انوتيشن او لا. تمام، ده السؤال الاول. السؤال الثاني، عايز احط تكست عليه. حاضر، التكست بس احنا عايزين نثبت بس النعش ونبتدي نغير في راحتنا بقى. انا عايز بس نعمل اللي مش يا جماعه، اللي عارف او شكله غريب، لان انا بحب 2014 بصراحه، 2020 و19 و21 اشتغلت عليهم بتقال تقيل. انا بصراحه انا عن نفسي طب خليك كلاسيك يا دكتور. نعم، بقول لك هو حضرتك الشاشه كلاسيك عشان مش واضحه عندي، معلش. هي كلاسيك. شكرا يا دكتور. هي الاوتوكاد كلاسيك. طيب اسيبكم ديت. وهو لو في تكست مع الديناميك بلوك ده حاضر. هيحصل له برضو، هيحصل له استريتش مع البلوك. ما احنا هنجرب الحاجات دي كلها. حاضر. تمام حاضر، بس انا عايز ابتدي بس ايه، اول نقطه اللي بتاخد وقت، اول نقطه بتاخد وقت بس سنه،
بعد كده بقى تلاقي الحكايه هو في بتمشي بسرعه. مشكلة، في مشكلة آخر المحاضرة لو رجعنا على النقطة اللي هي بتاعة الرايزر اللي حضرتك شرحتها الخميس اللي فات، ريزر ايه؟ اللي هي بتاعة الليفلينج، تغيير الليفلينج من ملي متر لمتر. انا رفعت الدروس كلها على اليوتيوب ومنفصل، كل واحد درس بتاعه منفصل، اه يعني كل محاضرة هتترفع على اليوتيوب. مرفوعة ريدي. وبعت حضرتك بص على مجموعة الواتس ومجموعة التليجرام هتلاقيهم موجودين، طيب كل تمام. واحدة موجودة، طيب تمام. وشوفها لو كده ارجع لي برضو في اي حاجة انا حاضر يعني. تسلم تسلم يا باشا. طب كلكم جربتوا يا جماعة النقطة دي؟ تمام. في حد لسه ما جربهاش؟ دي بداية الايه، الديناميك بلوك. حد لسه ما جربهاش؟ حاضر. في اخر المحاضرة هنزلهم. حاضر الاثنين. حاضر. ادخل يا جماعة اكمل. نرجع للبلوك ايدي التاني. في بقى متهيألي كده نسرع شوية بقى يا جماعة، الريت بتاعنا نسرع عشان هنخلص. تمام. طيب انا عايز احط اتريبيوت مثلا، هنعمله ريكتانجل هنا كده، التكست بتاعه بلاش الريكتانجل ده عشان عايزين نكبر، ولا دي ديفينيشن ويندو نمبر. W0 تمام كده يا جماعة، مش ده الأساسي بتاعنا، ده 2.5. هنخليه بوتوم سنتر عشان نربطه مع مكانه مع الشباك، نقول له أوكي وهنحطه هنا. هندخل على 1:50 عشان نشوف شكله وندخل له السكيل 1:50 بتاعنا. ده مش انوتيشن، هنروح اعمله انوتيشن. يس. بيبر تكست تايب 2.5 اهو يا جماعه. تمام كده. تعالوا نجرب حاجه كده دلوقتي، هنقفل نقول له سيف تشينج، ما ظهرش. حد عارف ليه؟ هنعمل اتريبيوت سينكرونايز، انتر سيلكت، نقول له ده انتر، ظهر معانا اهو. هو مش كبير ليه؟ عشان مش 1:50 ريجن، مش عايز يتردد. طيب هنعمل كده، نرجع 1:1 ونحط ونفتح نفتح دي ونقول 1:50 ظهر. نقفلها تاني. تمام كده يا جماعه. طب عايزين نجرب حاجه بقى، ان احنا نخلي الشباك ده كبير كده. تكست فين؟ لسه ما اتحركش، واقف. ليه؟ لان لازم اعمل له اكشن بتاعه، هو اشركه في الاكشن. تيجي نشركه في الاكشن بتاعنا ده اهو، هنقف على ده ونعمل رايت كليك اكشن موديفاي سيلكشن، بدوس انتر، بقول له سيلكت اوبجكت تو اد اهو، هدوس على ده اد انتر. طيب عايز احط بس ايه، حطها بس حاجه كده الاول، هخلي ده نو دلوقتي واقول له اوكي سيف تشينج اهو. شفتوا يا جماعه؟ جه معانا. طب انا عايزه في النص هنا، ماشي. طب هعمل ايه؟ نخش ندور على حد. ممكن نعيد الحته دي تاني بس يا باشمهندس حسن؟ حاضر. انا عايز احط تكست، تمام، وعايز التكست يتحرك نص المسافه بتاعت الاكشن ده. في عندنا باراميتر اهو وفي اكشن، الاكشن ده بيتحرك مع الباراميتر. طب انا عايز ده يتحرك نص المسافه بتاعت الاكشن،
الاول هطلعه من السلكشن سيت بتاعنا. لازم يا جماعه خلي بالكم لازم يبقى لوك بوزيشن. ماشي يا جماعه لازم يبقى لوك بوزيشن. ده يتعمل له اكشن جديد. ان انا عايز ده اكشن واحد وده عايز نص المسافه. هقول له اكشن جديد اقول له اهو الباراميتر اهو النقطه هي برضو سيلكت اوبجكتس اللي هو ده واقول له كلوز سيف اكستند برضو بيتحرك معايا المسافه اهو نفس الاستريتش. انا عايزه نص بس يا جماعه انا عايز اقول له اعمل نص بس. هعمل ايه؟ طب ندور على حل كده يا جماعه نشوف نمسك الموف ده ونشوف السيلكشن بتاعه هنا البروبرتيز بتاعته الاكشن بتاعته اهو في مالتيبل ديستنس مالتيبلاير اهو ده واحد نخليها 0.5. تمام كده يا جماعه اقول له اوكي نجرب. شوفوا يا جماعه في النص ازاي اهو نكبره هيجي معانا في النص. واضحه النقطه دي؟ يبقى كل الشبابيك دي جت معانا في النص دلوقتي. حتى لو جينا نعمل خط كده طولي اهو بصوا يا جماعه ده هنا في النص ده متحرك شويه لان هو مع النص ده. هنيجي نعمل كده هنلاقي فعلا في النص اهو. هنعمل من هنا هنلاقي في النص كده هنلاقي في النص ده كده. متفقين كده يا جماعه؟ كده عملنا شباك. طيب عايزين نعمل الشباك الكبير شويه بقى ده ناخده اللي هو سيف بلوك از بدل ما هو ويندو 60 هنخليه ويندو اللي هو المتر. المتر ده هو بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه في النص يبقى فيه في النص فاصل في النص صح يا جماعه؟ هنرسم ناخد الفاصل ده كده نحطه في النص لان هو بيبقى كده دي بتتحرك معانا تتحرك معانا النص. هنعمل لها ايه؟ نعمل لها نفس المبدا برضو احنا شغالين على الويندو 1000 هنعمل له ستريتش تاني بقى. انا ممكن اعمل اكتر من اكشن على باراميتر واحد ممكن هعمل سيلكت على النقطه دي برضو ايوه هيقول لي اختار الشكل هقول له انا عايز ده هنا. شوف يا جماعه انا مختار فين بس عشان احرك عشان اختار النقطه دي ودي 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 الاربع نقط دول اللي هي دي ودي 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 بتوع المستطيل اللي في النص والنقطتين دول بتوع الخطوط دهيت. فبقول له سيلكت اوبجكت هيقول له سيلكت اوبجكت هقول له دول بس. ليه ما اخترتش من بره؟ لان ممكن ده يجي معايا الخط الخارجي ده يجي معايا فانا خدت دول بس كده. خلاص خلصت هقول له انتر تمام اقول له كلوز سيف هناخد دول بس الحيطان بس كده عشان ننزل على الشباك الجديد اقول له انسرت الويندو اللي هو 1000 اتحرك معايا. حد عارف ليه اتحرك معايا ما اتحركش نص المسافه؟ الصوت سابق. انا كده يا جماعه اتحرك معايا النص ما اتحركش معايا النص اتحرك معايا على طول. ليه؟ لان انا ما خدناش عملناش نص الحركه اللي هو مالتيبل من واحد تمام. طيب انا عندي اتنين ستريتش اهم صح تمام عندي اتنين ستريتش اعرف واحد فيهم لو دوست عليه هيبين لي الجرابز هنا هي يبقى هو مش ده اللي احنا عايزينه. نشوف الاستريتش الثاني هو ده. نعمل ليكت ونرجع للبروباتس هنلاقي ديستنس مالتيبلاير هنلاقيه 0.5 تمام كده يا جماعه.
يا جماعة اتحرك معانا ازاي. تمام، حد كده يا جماعة نقطة تحبوا تجربوا؟ خمس دقايق للتجربة. نكمل. نكمل ان شاء الله. عندنا مثلث يا جماعه اهو عايزين نحركه، ده مثلث قائم الزاويه، متفقين؟ عايز اكبره بنفس شكله ده. هنجرب الباراميتر، نحط باراميتر عادي هنا اهو، انا عايز احركه كده، واخد دي خليها واحد. انا عايز احرك يا جماعه ده النقطه دي كده والنقطه دي كده، واضحه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا هندسة، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. ازيك يا باشمهندس، ربنا يكرمك. انا اسف معلش، جيت متاخر بس في المحاضرة فما حضرتش الشرح الاولاني، جيت في اخره كده ما عرفتش كنت بتعمل ايه. احنا بنشتغل في الديناميك، بنعمل الديناميك بلوك. طيب انا خدت بالي من الديناميك بلوك. ممكن بعد حضرتك بعد اذن حضرتك تشرح ده بقى بالتفصيل عشان بس المحاضرة الاولاني؟ يعني هيتشرح كل حاجه بتتعاد تاني، ما تقلقش. خلاص ماشي، انا بس عشان ما كنتش احضر المثال الاولاني، انا بطلع من لا ولا يهمك، بس هي اصل هي كلها مترتبه على اللي قبليها، فاللي قبلها بنشرحه من تاني. خلاص ماشي، شكرا جدا هندسه، جزاك الله خير. تسلم يا باشمهندس، حياكم. احنا عملنا مثلث يا جماعه قائم الزاويه هنا اهو، وعايزين نحرك النقطه دي كده في الاتجاه ده والنقطه دي في الاتجاه ده، تمام؟ هنعمل الطريقه بتاعتنا العاديه، ان احنا نعمل اكشن ستريتش النقطه دي، هناخد دي وناخد كده وناخد كده، هنيجي ناخد نقول تيجي نجرب نشوف هيحصل ايه. ها ده عمال يتحرك معايا، دي عايزه انا عايز دي، انا خدتها معايا بس عايز دي تتحرك لفوق، هعمل ايه؟ طب نجرب حاجه ثانيه كده نشوف، لازم نلاقي لها حل يعني، مش العالم دول لازم لها حل. طب ننزل دي كده، في هنا يا جماعه ايه؟ في انجل اوفست اهي، دي معناها بيقول لك انت الاكشن اللي هيحصل ده هيتاخد في اي اتجاه، فهي زيرو هو اتجاه الحركه. وبعدين نلف كده 90 180 270 360. طب يبقى ناخد الاكشن ده نعمله ديليت الاول، نعمل اكشن تاني بقى من اول تاني خالص، هنعمل اتنين، اخد ستريتش واخد النقطه دي، تمام؟ هي دي ودي، انتر، واعمل تحت تاني ستريتش من ده
على النقطي برضو، بس هنا في المستطيل ده هي الحتة دي. تمام، هنيجي هنا في دي هنقول له هو واحد فعلا بس خلي دي 90، ونقول له اوكي، نقول له كلوز. تيجي نجرب كده اهي، شايفين يا جماعة بتتحرك ازاي؟ الله، انت متوقع يا جماعة بتعمل ليه كده؟ نجرب تاني. طبعا يا جماعه انا بحط لكم المشاكل اللي بتقابلنا وطريقه حلها. النقطه دي ثبتت مكانها واتحركت لفوق، ودي اتحركت لكده، انا عايز دي تتحرك، دي النقطه دي والنقطه دي يتحركوا مع بعض كده، بس دي زياده عليها، النقطه دي تتحرك زياده لفوق، يبقى هنعمل ايه؟ يبقى هنلاقي ان ليه لازم ناخدها من هنا كده بالطريقه دي. ماشي يا جماعه، ونقول له بقى نعيد بقى الحد اكشن، نقول له موديفاي سيلكشن سيت اهي. تمام، هو كبير كده فعلا، ونقول له سيلكت اوبجكتس، هحاول له سيلكت اوبجكتس اهيت، انتر. تمام كده، طبعا ده الاكشن بتاعنا العادي، والدراكشن الثاني اللي هو بيحرك النقطه دي لفوق. تيجي نجرب، نقول له اوكي سيف. اه فعلا كربت، هي فعلا مع الظبط اهي فعلا. واضح المثال ده يا جماعه؟ كده يا جماعه شفنا بقى، خدنا بالنا من حكايه ال حكايه المساعد النبي، الديستنس مالتبلاير والانجل. الثانيه ديت تلاقي الديستنس اهي، انجل ديستنس واحد عادي جدا، ولكن الانجل. طب انا بقى لو عايز اخلي الحركه اتجاه هنا واحد واتجاه هنا نص المسافه، هروح بكل بساطه اروح ملامس الاكشن ده واروح هنا اقول له 0.5 اهو، نغير كده اهو. شايفين يا جماعه؟ لو جينا ناخد دايره من هنا كده نشوف هنلاقي المسافه اهي جت في النص. طيب نخش حاجه تاني. في ناس بتعمل ايه بقى؟ انا لو عندي سيستم كامل وجاهز واللايرز مظبوطه وكل حاجه مظبوطه، بخلي اللايرز بتاعت الويندو ديت بخليها على ايه؟ على الزيرو عشان تاخد لون اللاير، واجي احط خطين هنا بتوع الحيطه واخده مع اللاير بتاع الحيطه. معايا يا جماعه في الحته دي؟ خليها تبقى ايه، دي حته فنيه شويه عشان ايه؟ بتوفر علينا الشغل شويه كتير قوي. وبعدين اخدهم على اللير بتاع الحيطه. طيب انا بعمل كده ليه؟ لان لو عندي عايز اعمل حاجه اسمها alignment، اللي هي عايز اعمل alignment في النقطه دي هاي مثلا هنا كده يا جماعه. تمام، دي لازمتها ايه؟ نقول كلوز كده سيف. انا خدتها وانا على اللاير زيرو ليه؟ عشان لما احول اللاير بتاعها في هنا في اللاير ويندو تبقى معايا شغاله. وليه خدنا النقطتين دول؟ عشان لما ارسم حيطه جاهزه كده، هي دي الخطين اهم معايا، خلي دي واضحه يا جماعه معاكم شويه بس الله يكرمكم اهي. فانا هشتغل الشغل بتاعي كله كابي اهو، الشباك ده هيكبر شويه وده هيصغر شويه اهو. عايز اشتغل بقى اهو ديت على الويندو، اهو هناخد ده معانا في الحركه دي. الاكشن ده هقول له زود الخط اللي احنا حطيناه جديد، عشان يجي معايا هتوفر علينا النقطة دي يا جماعة. هروح أقفل اللير بتاع الويندو. تمام، هنلاقي هنا إيه؟ الويندو تشير، هروح أعمل ترم بقى هنا، ترمات تبقى الترمات معايا بسرعة.
بقت جايه معايا على طول لو طبعا الايه الشكل كله جاهز. طيب انا عندي بقى عايز دهوت يا جماعه خط اهو مايل زي ده كده. انا عندي الغرفه ديت عامل لها اكسلود بس البلوك ده عشان ايه نستعمله كغرفه. هنقول ان ده غرفه يا جماعه اوفست 120 خليها 200 بس معانا الاول. عايز اخد بلوك اللي هنا بقى اظهره همسكه من النقطه دي ده مش الالمنت بتاعتنا همشي هقرب على الخط كده بقى. لاحظتوا يا جماعه فين اهو لاحظتوا يا جماعه اهو هلمس اتحط هنا اهو. عايز اعمل الناحيه الثانيه حسب ما هقف من ناحيه الخط يعني المره دي هقف فين انا واقف فين اهو واقف كده. طب الناحيه الثانيه هقف بره الخط الناحيه الثانيه اهو جه الناحيه الثانيه لاحظتوا دي يا جماعه. فانا عايز اعمله هنا اروح اعمله من هنا واجي من هنا عمل نيرست اهو يا جماعه واروح حاطط هنا كده هتلاقي متفقين النقطه دي واضحه عشان دي مهمه. هي هو ده الالمنت هو كده ده وظيفته ان انا اعمل له لان الحيطه عندي لو سليمه ماشي لو مش لو حيطه مايله وعاده المعماريين بيعملوها كده اهي مايل معايا خط مايل باي شكل بقى مش هقعد اقيس مثلا الزاويه بتاع يعني مش هقعد اقول مثلا ايه ده الانجل بتاعته كام ده 209 اهو راجع على البلوك واعمل 209 ولا هو بياخد ده عشان اخده من الناحيه الثانيه هبتدي ارفعه من الناحيه دي كده هلاقيه اتقل تمام تمام. طيب نعمل يعني بلوك ادي الثاني احنا خدنا اللينير والالاينمنت الفليب. طيب في حركه ثانيه عايزين نعملها برضو ستريتش هنا الثاني اللي هو عرض الحيطه. ناخد لينير ثاني هو ده ناخد نقطه واحده لان احنا عايزين نقطه واحده وانا خدت النقطه الثانيه هنا ما خدتهاش العكس تحت هنا عشان انا عايز ده اللي يتحرك وهقول له الاكشن بتاعي بقى ستريتش دي سبيسيفاي بارامتر بوينت اللي هي النقطه دي برضو هقول له اهوت كده هنا حرك لي الجزء ده تمام. انا عايز احرك الحته دي برضو المسافه النص انا واخد ستريتش تاني النقطه دي من النقطه دي برضو بيقول لي سبيسيفاي فيرست كورنر اوف ستريتش فري كده كده بس اشيل منهم دي ودي ودي فهقول له انتر تمام. اجي اشيل منهم بقى ايه هعمل حاجتين هنا دي هاخدها للنص 0.5 تمام وهعمل تعديل اني اطلع الحاجات دي منها بوليجون مش عايزه اعمل ريموف انا عايز ار انتر هقول له ريموف الحاجات دي عشان ما تتحركش معايا هي كمان انتر تمام. نجرب بقى كده هنقول له سيف تشينج. طب هنقول بقى مثلا الشباك ده اوفست 120 اهي عايزين نصغر ده على ده هلاقي نقطه ظهرت هنا اهي واروح جاي مصغرها على ده هلاقي الخط ده فين؟ جه في النص اهو يا جماعه تمام. يبقى احنا كده بنحرك ده عرض الشباك نفسه دي ما اتحرك معانا في النص والحيطه سمك الحيطه هيتحرك معانا برضه في النص تمام كده. طيب انا عايز اقيد الشغل شويه عشان لما اجي احسب ابقى عارف انا عايز الحيطه دي هي الحيطه ثوابت عندي مش بتتغير انا عندي حيطه ثوابت فلو عندي ثوابت هقول له ليست وبعدين اعمل اخترت هنا ليست هلاقي ظهر هنا 200 اللي هو الحيطه الرئيسيه اللي انا شغال عليها الديستنس بتاعت البارامتر ده اللي هي ظاهره هنا اهي بيقول هنا الجيومتري بتاعه فبيقول ستارت اكس واي ماشي والديستانس اهو تمام والانجل اهي لان هو واقف. احنا هنعمل بقى عايزين نعمل بقى مسافات معينه هنعمل ايه؟ هندوس على النقط دهيت اهي
عايز معنى المشكل ده، انا عايز عندي 100 وعندي 120 وعندي 150 وعندي ال 200 اللي هو نازل مو. انا ما عنديش حتى اكتر من 25 في 250 كمان. حاضر المهندس ادم. حاضر يا باشمهندس. طب كده يا جماعه يبقى كده انا بحدد عرض الحيطه اللي هي البارامتر ده ما يكبرش غير المسافات دي بس، اللي هي الحاجات دي بس. اقول اوكي. هنلاحظ هنا بقى يا جماعه في شرطه صغيره جايه ظهرت اهي، شايفينها؟ في شرطه هنا اهي، شرطه ثانيه اهي، شرطه ثانيه اهي، في شرطه هنا مستخبيه، وهنا في شرطه موجوده اهي. تمام. نجرب نقول له كلوز وسيف. بص يا جماعه دي لما نمسك النقطه دي اهو ما بيتحركش غير المسافات دي اهو، يعني ما اقدرش احطه في النص كده، ما اقدرش. بص احطه في النص اهو ما يتعملش، هيروح لاقرب نقطه منهم، هيروح لها. تمام. نعيد النقطه بتاعت ليه 0.5 ديت. انا عندي الشباك لما بعمله ستريتش من هنا، بعمل الشباك ستريتش من هنا وبحركه، دي بتتحرك معايا الجزء اللي هو الكتف الشباك. طيب اللي في النص دي بقى عايز احركها مسافه نص المسافه، فانا بعمل اكشن هنا للجزء ده لوحده اللي هو ده عملناه ومتحد هنا وبنقطتين اهم، وفي اكشن تاني اللي هو على دي، على الجزء ده بس. فباجي عليه بفتح البروبرز بتاعته، هلاقي هنا في ديستانس مالتبلاير، واقول له لما كل المسافه اللي بتتحركها هي نص المسافه بتاعت الديستانس العاديه 0.5 اهي. تمام. هيقول لي اوكي. تيجي نجربها، نخليها مثلا 0.75 عشان نشوف الفرق. 0.75 بس كفايه. 0.75 نقول له اوكي. شايفين المسافه اتغيرت ازاي يا جماعه؟ خلينا هنا باينه باينه قوي هنا اهي. تعال نطلعه بره عشان نشوفه. اهو شوف المسافه مش في النص بالظبط، النص بتاعنا اهو. فانا عملت 0.75 فبقى هنا. نرجعها 0.5 تاني. بروك اديت. اوكي. سيف. رجع تاني في النص اهي. تمام كده؟ يا جماعه انا بقول تمام، ما حدش اعترض، بس انا ثواني كده، ما حدش اعترض يعني كله اوكي، والمايك مفتوح على كل الناس لو حد عايز يتكلم. تمام. طيب نعمل بلوك اوديت تاني. احنا خلصنا الموف. السكيل بقى طبعا اللي احنا عملناه هنا مهندس اكرم، شكرا يا باشمهندس. احنا عملنا موف للويندو هنا السكيل، امر السكيل العادي بس هو نفس المبدا، يعني هنقول له هنقول له مثلا نعمل كلوز ماشي. تمام. هنعمل ريكتانجل معانا اهو 500 في 500. ريكتانجل شوفوا يا جماعه اللي حصل هنا ايه. بقول له سيف، بقول له اوكي، بيقول لي ديفاين، يعني في بلوك بنفس الاسم اهو. تمام. دي لو رجعنا للمحاضرات بتاعت ال الاوتوكاد ستاندرد اند درافتنج سيستم، احنا اتكلمنا على البلوك، هنلاقي ان احنا لو ظبطنا تسميه البلوكات صح هنا هنستريح، مفيش حاجه اسمها يجي بلوك باسمين ويجي مختلف بلوك مع بلوك. فده هنعمل بس هنتجاوز بقى الحته دلوقتي، ونعمل ريكتانجل 2 البيج بوينت بتاعتنا اهي، ونقول له اوكي. نعمل بلوك اديت اهو، تعالى بلوك اديت معانا عادي. هنعمل سكيل
هنخش باراميتر الاول اهو، ونخش الاكشن بتاعه سكيل بتاعه اهو ده سيلكت اوبجكت. ليه ما بيقولوش البوينت؟ ان هو كده كده بيتعرف بيثبت النقطه دي ويشتغل معاها. تمام، نقول له سيف اهو يا جماعه، هنعمل كده هيكبر معانا من النقطه الاولانيه دي. طب شوفوا بقى يا جماعه النقطه دي احنا سيبناها، بص طالعه زي ما هي، بصوا بتبصوا بتبوظ الشغل ازاي. لان هي ليه حصل كده؟ لان هو بيعتمد على المسافه دي. الو مهندس ادم سامعني؟ تمام كده، تمام. احنا ليه بنشيل الثانيه؟ بنشيل الثانيه عشان احنا لو حركناها طول البراميتر طول معانا، فهو هيكبر معاك هنا المسافه دي. تمام، فهو بيكبر المسافه معانا ولكن بيحركه، فكده بيبوظ حاجه معانا. بص اهو يا جماعه شكله باظ، فلازم هعمل بلوك ايدي الثاني واقول له ايه، اخفي النقطه دي. ونقول له اوكي سيف اهو. شفتوا يا جماعه عامل ازاي بقى؟ ماشي معانا فل الفل وحلو. طب تيجي نجرب حاجة تانية على البلوك برضو. هنجرب بقى البارامتر التاني اللي هو الاكس والواي ده. نمسح طولة، نجرب ده. بصوا يا جماعة بيحط اتنين، بيحط هنا لينير وهنا لينير مع بعض، الاتنين مع بعض، وبيحطوا لهم أربع نقط. تمام، نحط الاكشن بتاعهم. الاكشن بتاعهم على فكره هو غير شويه. لما نيجي نقول له مثلا باشمهندس عمر اتفضل، انا لا يا ريت يا باشمهندس عمر لو سمحت سيبوا المايك مفتوح. يا جماعه بس لو سمحتوا اللي ما بيستعملش المايك يقفله. احنا طبعا احنا كلنا قاعدين في البيت ففي صوت ده بيتدخل، ف مش ما نعملش بشاره. بس طبعا احنا مقدرين كل واحد، احنا بنقعد في احنا ما عندناش مكان بسبب الازمه دي، فكل واحد قاعد في بيته دلوقتي، فاحنا مقدرين طبعا مش متضايقين من صوت. ماشي تمام، ولكن اللي ما بيستعملوش يقفل المايك ولو احتاجه يفتح ويتكلم ويقفل تاني. اتفضل لو سمحت يا باشمهندس عمر، افتح لهم، افتح المايك، اي حد عايز يفتح المايك يفتحه. اتفضل. فهنا هنعمل بقى ايه؟ ستريتش. بيقول لي النقطة دي اهو نقطة، وبعدين بيقول لي الرينج بتاعك اهو، الاوبجكتس اهو، ونجرب كده. عايزين حاجه يا جماعه دي ما تاثرش، ما عملش شغل خالص في الحاجه بتاعتنا. طب نجرب ليه؟ نخش على الاكشن ده نشوف هيختلف ايه عن اللي قبليه. هنا اهو بص هنا بص اهي الاوفر رايد اهو، بيقول لي انت تشتغل على اكس واي مع بعض ولا اكس بس ولا واي بس. ايه الاكس والواي اللي هو ده اهو؟ هنا في اكس اهو، هنا في واي اهي. فانا هقول له اشتغل مع الاكس بس، وناخد ده نعمل له اكشن تاني، ستريتش تاني اهو ده، وهيشتغل مع ده اهو، ده يشتغل مع الواي بس. تيجي نجرب،
بص يا جماعة اهو ده كده وده كده، ده معانا وده معانا كله شغال معانا في الاربع اتجاهات. طب كده حاجة تانية يا جماعة، ايه رأيكم لو عملنا شفنا حاجة تانية جريبز مثلا؟ هنا بقول الجريبز اربعة بس، فلو خليناهم واحد اهو، لو خلينا ده واحد بس اللي ده، تيجي تجرب هيحصل ايه؟ اه ده بيتحرك معانا. بصوا يا جماعه بصوا بيتحرك ازاي، خد الاكس والواي بيشتغلوا مع بعض. انا عايز جريب واحد، انا مش عايز اقعد كل شويه اشتغل على الاكس والواي، اهو راح عاملهم لي حته واحده. تمام كده يا جماعه؟ لو سمحت يا شاندر. نعم. طب لو انا عايز اظبط البلوك دوت بحيث ان انا اقدر استخدمه في كذا سكيل، واحد ل 100، واحد ل 200، واحد ل 300، ولما اجي اكبر البلوكات كلها اللي موجوده عندي تكبر كلها مع بعض بنفس القيمه، ممكن تديني مثال؟ يعني مثلا بستعمله في ايه؟ انا بستعمله في المنهولات. تمام. انا مثلا ساعات بطلع لوحات واحد ل 500 وساعات واحد ل 1000، فالبلوك نفسه بيبقى طالع جنبي السكيل بتاعه، ان انا اقدر اغيره ان اخليه كل واحد ل 1000 او واحد ل 500 مجموعه البلوكات كلها. طيب بص يا استاذ، احنا في المنهول لما بنعمله المنهول بيدي مقاس، فالمنهول ده مثلا 60 في 60 او متر في متر، فانا ما اقدرش اغير السكيل بتاعه. انا بتكلم في نقطه في حاله حضرتك، انا هقول لك ازاي يتعمل، ولكن انا مش هقدر اديله سكيل في المنهول لان المنهول ده مقاس. تمام. طب انا عايز اعمل البلوك نفسه انوتيشن، احنا قلنا المره اللي فاتت اهو انوتيشن اهو، هقول له يس، هاخد النقطه هنا في ال مش هلمس، هاجي على اول ما اعمل بلوك اديت على طول اهو يا جماعه، اول ما اعمل بلوك اديت اوكي من غير ما المس اي اوبجكت ولا حاجه، هلاقي في الشمال تحت حاجه اسمها انوتيتيف، فهو بيقول انوتيتيف هقول له نو، هيقول لي هنقول له خليه يس انوتيتيف، هقول له كلوز كلوز اهو، ده بقى النوتيتيف خلاص يا جماعه. طب واحد ل 50 نشوف، واحد ل 100 نعمل واحد ل 50 تاني ونفتح دي، واحد ل 100 ادي كبر معانا اهو. هنلاحظ ايه اللي حصل في البلوكات دي؟ هنلاقي ان التكست هنا بس كبر لان هو شباك ثابت في مقاسه، ولكن التكست بس اللي كبر، لكن في البلوك ده كبر معايا اهو، باين اهو والحجم كبير اهو. طب الاستريتش هيشتغل معاه؟ اه يشتغل معانا عادي جدا اهو. تمام التمام، مش هيقول لا، نرجع الواحد ل 50 تاني. حازم بص يا جماعه خلي بالكم في من ده اهو، هنلاقي التكست صغر والبلوك صغر، ولكن البلوك اللي هو بتاع الشباك ثابت زي ما هو، والمربع ده هو اللي ايه كبر وصغر. دي نقطه تتكلم عليها؟ اه لا، هو اللي انا اقصده ان انا اتحكم في البلوك نفسه يا باشمهندس، يعني انا اختار مجموعه بلوكات معينه هي اللي اقدر اصغر واكبر فيها. يعني انا مثلا شفت بلوك تمام اهو معمول في كده، لما بدوس على حاضر. اه ايوه ايوه فهمت. بص يا استاذي في اكتر من طريقه، انا فيها انا مثلا انا دول عندي هخليهم كلهم ارجعهم تاني ريسيت، هختارهم في البروبات هنا الاكس والواي، هخلي ده 1000 وده 1000 اهم. انت قصدك على دي ولا قصدك ان في مثلث بيظهر هنا بتختار منه المقاس؟ تمام كده، في مثلث بيظهر بختار منه المقاس. جاي 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 لسه الحته دي جاي. اه هو برضه عشان هو ما بيظهرش مربعين في بعض كده. حاضر، هو ده احنا عاملينه عشان ده انوتيتيف. شكرا عشان حاجه، ده انوتيتيف، فاحنا لو لغينا الانوتيتيف، انا عملت البلوك عشان اوضح ان ده النوتيتيف ازاي اعمله، لكن لو لغينا النوتيتيف كده خلاص احنا كده لغينا النوتيتيف، هنقول له سيف اهو، اما اعمل لهم سيلكت ما بيظهرش غير مربع واحد. هنا ممكن اغير 500 او 1000 او ايا كان. طيب وممكن اخد دول كده اخليهم بس لوحدهم، هم دول 2000
انتم ملاحظين يا جماعه الحكايه عامله ازاي؟ 2000 في 1000 دي ممكن نرسم بها القواعد مثلا في الاستراكشر مثلا المهندسين الانشائي ممكن نعمل ستريتش ممكن نعمل ده بس طبعا ده محتاج تقف في النص هنا هيبقى ليه حل ماشي حاضر وهنا برضو ادي 3000 تمام كده يا جماعه طيب نخش على نقطه بعدها ثانيه في الباراميتر روتيت فاكرين يا جماعه البلوك ده اللي هو بتاع الول سيكشن المعماريين بيستعملوه الول سيكشن والدايركشن والحاجات دي اللي هو بيبقى دايره كده وفيها مثلث هنا استاذ حسن ممكن سؤال بعد اذنك اتفضل دلوقتي قصه الانوتيشنز دي عشان ايه يعني شويه مبخبطه الواحد كده هو انا دلوقتي لو برسم بلوك مثلا لو بعمل دايناميك بلوك مثلا اكوردنج للسكيل 1 ل 100 ل 200 ل 300 طب دلوقتي هو معروف مثلا في الرسمه العاديه السكيل 1 ل 1 انا لما باجي اخش على الفيو بورت بعمل 1 ل 100 1 ل 200 فهي بتظبط لي مقاس الرسمه على 1 ل 100 او 1 ل 200 طب لما نعم. انا اكون شغال مثلا جوه الموديل بانوتيشن اوريدي هو معمول له سكيل 1 ل 100 او 1 ل 200 او اي حاجه هل في الفيو بورت بيكون له مقاسات مخصوصه اختارها علشان خاطر البلوك ديفينيشن ده او اتريبيوت ديفينيشن او اي حاجه فاهم انا اقصد ايه لو هو واخد سكيل في الموديل بالظبط يعني مثلا زي التايتل مثلا بالظبط 1 ل 50 عامل له سكيل لوحده بص احنا هنستعمل الانوتيشن هنستعمل السكيل طب يعني انا مثلا لو شغال بالسكيل في الموديل طب في الفيو بورت اختار ايه او اعمل ايه ما هو انت مش ما انت كده مش هتعمل الانوتيشن في البلوك نفسه ما انت مختاره بالسكيل ما ده اللي انا اقصده انا لو انت عايز تحلها لو انا شغال بالسكيل وعايز اطبع اللوحه بقى عايز اطبع اللوحه اخد اسحب الخرطوشه بتاعته واطبع اللوحه هل 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 مقاس البلوك اللي انا رسمه بالسكيل بيكون له اختيار محدد او معين في الفيو بورت لا انت لان انت بتحدد الاول بس عشان اخش بس الاول هنا في اوبن البلوك اديتور عشان اريح نفسي واخش على طول بلوك اديتور ماشي يا جماعه حضرتك انا شغال في البلوك ده انا عامله انوتيشن ولا مش عامله انوتيشن مش عامله انوتيشن واخده بعمل سكيل في الموديل سبيس على طول يعني ده تايتل مثلا واعمل له سكيل 50 اقول له السكيل بتاعه 50 اللي هو السكيل اكس واي وزد العادي لما جت بقى هو هيستعمل السكيل اللي انت حاطه هو ملوش دعوه بالانوتيشن طيب انا عايز اعمله انوتيشن يعني ساعتها اطبع واحد لواحد ده اللي انا اقصده اطبع واحد لواحد اطبع الفيو بورت بطبيعته العاديه اللي انت عايز اللي انت مكبر عليها 1 ل 50 انت في الفيو بورت عامل اللي اوت كام ما هو انت قصدي انت احنا دخلنا اختيارات كتير قوي لو انت مظبط كل حاجه تطبع واحد لواحد في الموديل في اللي اوت عامل الخرطوشه بتاعتك على ان هي واحد لواحد والفيو بورت هو اللي بتغير السكيل بتاعه اطبع عادي جدا هتظهر معاك عادي عايز تظبط الحاجات باللي اوت اللي انا عامل سكيل عندك 1 ل 100 1 ل 200 وعايز تكبر عايز تغير البلوك حوله لديناميك بلوك وخلي السكيل بتاعه واحد الانتشن بتاعه اللي هو العادي الحاله بتاعتك هتطبع عادي جدا هيطلع معاك السكيل عادي جدا هو مش معمول له انوتيشن فمش هيكبر ويظهر مش هيتاثر بالانوتيشن مش هيتاثر بالسكيل بتاعك اللي في اللي اوت ده حل ده جبت سؤالك انت بتقول اطبع عادي بمعنى طب يعني ما هو مش بيختار مش بيلزمني ان انا اختار مقاس معين اطبع بيه ايوه هيكبر ويظهر عادي جدا ملوش دعوه بالانوتيشن قدام انت مش عامله في البلوك اديتور هنا النقطه دي مش في عندنا هنا انتيتيف انت عامله نو فمش هيتاثر بحكايه السكيل في الفيو بورت الله ينور عليك لو عامله بقى لو انت عامله انوتيشن ومكبره ب 50 وواضح معاك ما هو كده هيبقى هتلاقي اما تيجي تخش في الفيو بورت هتلاقي حجمه مضرب في 50 تاني بالظبط ده اللي انا كنت اقصده بقى ايوه هتعمل بالظبط ايه؟ كده هترجع على السكيل
وتخليه واحد. يعني بص هنعمل الحكاية دي دلوقتي هنا. طب ممكن نعمل اكزامبل كده للموضوع ده؟ ما انا بقول لحضرتك اهو ما نعملها دلوقتي. شكرا شكرا. المسافة دي كام؟ المسافة دي 1100، يعني ده سكيل واحد لخمسين دلوقتي. تمام؟ هنعمله بلوك اديت ونخليه في التكست هنا، بس ما تحط تكست على طول الاول دلوقتي، هنخليه واحد هنا اهو. التكست هاي 2.5 اهو، يبقى دوت هنكبره هنا. ده التكست بتاع 2.5 اهو. تمام؟ والبلوك ده رحت انا عامله هنا 50 عشان يبقى 1:50. مش ده الفكره بتاعتك؟ هاجي هنا في الانوتيشن، معمول له انوتيشن برضو. بص هيبقى عامل ازاي؟ هيضرب ضربه محترمه دلوقتي. انا رجع كام؟ واحد لواحد. خدت بالك من الحته دي؟ لان عملت اونديشن هو على 1:50 هنا. طب نرجع عنده، هو هنا كده واحد لواحد و50 اهو. تمام؟ طيب هنخلي ده واحد لواحد. بص ما تاثرش معانا في الانوتيشن. لو عملنا له اونديشن بقى هو نفسه بلوك اديت وقلنا له انوتيت يس سيف اهو، فضل برضو اهو بقى 50. هنخليه واحد بقى دلوقتي اهو، بقى حجمه كده الطبيعي بتاع واحد لواحد. فانا جيت هنا كبرته 50، ده انت قصدك على كده بقى صح؟ هو كده 50 هنا، وانا عايز اعمله في الموديل اخليه 1:50. مظبوط. بص هيبقى حجمه عامل ازاي. ايوه هنا لو جيت تديله الانوتيشن بتاعه سكيل واحد لواحد، لو اديته سكيل واحد تاني غير الواحد لخمسين مثلا، اللي هو مثلا هتدي له سكيل واحد لخمسين هيضرب معاك جامد. هتقول له اوكي. بص كبر ازاي. طب لو ما اديتوش الواحد لخمسين خلينا واحد لواحد بس، هيأثر معانا في ايه؟ انا ممكن اقول نخليه زي ما هو صح. لو جيت في المود في اللاي اوت هتبان معانا في الموديل على طول برضو. لو جيت لغيت ده اللي هو اللمبه اللي هي معرفه علامه الميتسوبيشي اللي هي النوتيشن دي، ولغيت اللمبه اختفى. ان هو انا هنا واقف على سكيل 1 ل 50 وهو واخد سكيل 1 ل 1 بس. تمام؟ اختفى. هظهره تاني اهو واخفيه، اظهره واخفيه. طب عايز احل المشكله دي. اولا عشان احلها اشوف السكيل بتاعه كام. سكيل 1 ل 50 هخلي سكيل 1 ده 1 ل 1 اول حاجه. تمام؟ واخش على البلوك اديت واشوف التكست هايت بتاعي كام. تكست هايت 2.5، يبقى ده فعلا البلوك ده مرسوم بالسكيل بتاعي. لو لقيته كبير ممكن عليه كده سكيل، عليه كبير بقى اللي هو التكست بتاعنا 2.50. انت عامل التكست هايت 2.5 عشان انت راسم بالمتر صح كده؟ لا بالملي، انا راسم بالملي بس التكست هايت 2.5 عشان يتاثر بالانوتيتيف، عشان الانوتيشن بتاعه يكبر لما يكبر ل 50 يكبر بالسكيل بتاعه. تمام 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 تمام. فانا هخش اشوف الحجم جوه هلاقي التكست بتاعي كام. التكست لما نسينا التكست هون نلاقيه كام، الهايت بتاعه 600. يبقى كده انا عايز اغير اصغر ده، هخليه سكيل صغير يبقى يتعامل مع الانوتيشن اللي هو 2.5. ده بقى عايزه يبقى ايه 0.01 اهو. اشوف التكست بتاعي، يبقى احنا كده شغالين 6، يبقى ده كده قريب. انا المرحله دي اول مرحله. تمام كده اروح داخل قافل البلوك هلاقيه كده ما موجود اهو. اروح مديله الانوتيشن بتاعي اللي انا اديله الانوتيشن اللي انا عايزه اللي هم 1 ل 50 او 1 ل 100 1 ل 50 وهدوس على كنترول لو عايز اضيف حاجه اهم. انا عايز 51 1 ل 100 هقول له اوكي. الاثنين اتحطوا اهم معانا، هقول له اوكي كبر معايا وبقى سكيل بتاعه طبيعي اهو. متفقين يا جماعة؟ النقطة دي واضحة؟ واضحة يا جماعة النقطة؟
واضح الحل المشكله دي ازاي؟ تمام يا باشا، واضحه كده. الله ينور، شكرا يا استاذ حسن. شكرا يا فندم. شكرا يا باشا. احنا كنا بنتكلم في عايزين نعمل ده السهم اللي هو بتاع اتجاه الالفيشن، عايزين نعمل الالفيشن ده الاتجاه بتاعه، عايزين نلف الجزء ده، فهنعمل الروتيشن ده ونختاره، نختار الباراميتر الاول بتاعه اللي هو الروتيشن اهو، السنتر بتاعه فين؟ هنا، واطلع بيه فين؟ هنا مثلا، عشان يبقى في الحته اللي فيها السهم ده، وهقول له انتر كده وجدت معايا اهي. طيب انا عايز اعمل له بقى اكشن، لازم نخلي بالنا يا جماعه الباراميتر لوحده ما بيشتغلش، لازم اعمل له اكشن. عايز احطه هنا عشان مع السهم ده، تمام؟ فهعمل الاكشن بقى اللي هو الروتيشن بتاعي، هيقول لي سيلكت الباراميتر اهو، سيلكت اوبجكت، انا عايز المثلث ده بس اللي هم الكام خط دول بس اهم، ده وده، وهقول له كلوز، هقول له يس. نيجي نعمل يا جماعه، بصوا اهو لف معايا ازاي. طبعا هو بيلف معايا بالتسعينات لان انا عامل الاورثو، لو فتحتها اهو تمام يا جماعه. طيب نيجي نطور شويه، انا عندي بقى الشكل ده اللي هو بتاع خط القطع اللي هو ده كده. طب ده الناحيه دي انا عايز اعمله الناحيه الثانيه، عايز اعمله الناحيه الثانيه، عايز اقلبه اللي هي ايه فليب. فهو بيقول لي الباراميتر بتاعك انت عايزه فين، هقول له انا عايز احطه هنا بره كده في الحته دي، هقول له هنا هنا تمام كده يا جماعه، وقف هنا اهو. بعدين اخش اعمل اكشن اللي هو الفليب اهو، بيقول الباراميتر اهو سيلكت اوبجكت، هقول له سيلكت الاوبجكت ده انتر. تيجي نبص يا جماعه كده، احنا قبل ده في مشكله هنا مش لافه معايا، بس هنجرب الفليب اهي. شفت يا جماعه اشتغلت، ولكن هو ما بيلفش معايا في اللفه دي، هعمل ايه؟ اقول له بلوك اديت، واخش في الروتيشن ده، رايت كليك اكشن موديفاي، بيقول لي سيلكت اوبجكت، هقول له الاثنين دول خدهم معانا انتر، هقول له كلوز، يقول لي سيف. شفتوا بتلف معايا ازاي يا جماعه؟ طب دي لفت ازاي؟ ده بقى هنشوفها. ناخد معانا ايوه ظبط معانا يا جماعه تمام. طب انا غيرت الحائط ده، عايز اغير دوره كمان، برضه هخش اعدل برضه. احنا متفقين يعني كده، متفقين يا جماعه الحكايه الايديت اللي هعمله على الاكشن موجود وسهل، واقعد اغير فيه براحتي. هاخد الاكشن هنا، لو حبيت ازود او انقص واقعد ارجع ليه واشوفه. انا عايز احط ايه؟ عايز احط ده يتقلب معايا برضه، وده كل دول يتقلبوا معايا تاني. انا بختار ليه؟ عشان ما احطش التكست كمان يتقلب هو كمان، والدايره كده كده مش فارقه معانا تمام يا جماعه. اقول له انتر كده ظبطت معانا، هقول له اوكي كلوز كلوز اهي. بص يا جماعه لما اعمل فليب كده اهي الدايره حتى لفت معايا، لما اجي الف كده هلاقي اللف الدايره بتلف معايا زي ما انا عاوز. اعمل لها اهو صافين كده يا جماعه تمام. عايزين نزود الستريتش، اخش باراميتر
هعمل لينر من هنا، لينر من هنا دهوت كده، خش له اكشن ستريتش ده انتر، بس يا جماعه ده انا خدت نقطه بيك بالغلط، ارحم معلم عليها، ظهرت نقطه هنا اروح واخدها كده اهي. طب عايزين ناخد الاكشن ده معانا، فنرجع الفليب كده هقول له اختار دول تمام فروتيت. يا جماعه البارامتر ممكن اخده معايا عشان يلف معايا ويتحرك معايا، ممكن ما اخدوش عشان لو عايز يثبت في مكانه. الفرق بين ايه في شغلك انت لما تيجي تشتغل، طبعا هي ظهرت معانا مشكله هنا هنشوف فيها ايه يعني هنحلها يعني اهو دي في روتيت اهي. احنا هنعمل بس 51 عشان بس ما يتلخبطناش اهو يا جماعه. هكبر هنا كده، وده بيلف معايا اهو، وده بيقلب معايا اهو. تمام يا جماعه كده، متفقين؟ طيب نرجع برضو للشباك بتاعنا حبيبنا ده اللي شغالين معاه من زمان وعايزين نعدل عليه بلوك اديت، مش خلينا مع على طول. احنا خدنا روتيشن وخدنا فليب في الفيزيبيليتي، خلي الفيزيبيليتي عايزين لوك اب دلوقتي، الفيزيبيليتي شويه اللوك اب. اللوك اب ده بيعمل لي ايه؟ بيقول لي بيجمع لي حاله معينه، بيعمل عمليه كومبايلنج. انا عندي شباك متر 60 وعرضه، انا عارف بقى انا ليا شغل محدد. هقول مثال، طبعا مثال ده في الشباك ما بيتطبقش، لكن هنقول ان هو مثال موجود. مع الحيطان المتر 20، البلوك طوله متر 2 متر، الحيطان اللي هي معذره تاني، انا عندي حاله ان الحيطه 12 سم يبقى الشباك متر، وعندي الحاله ان الحيطه 20 يبقى الشباك متر ونص. تمام كده يا جماعه؟ فانا في عمليه تركيبه معينه لكل اكشن معين عايز اعمله، ففي تركيبه لمجموعه الاكشنات مع بعضها. فدي بعملها بالايه؟ باللوك اب. فور لوك اب بيقول لي بيدوس عليه، فبقول له ايه؟ خليه له اخش على الاكشن بقى، اقول له ايه؟ اللوك اب اهو. بيقول لي فين اللوك اب اللي بتحطه؟ اهو، لان ممكن اخد اكتر من لوك اب موجود. ايوه هنا بقى ابتدينا. طب نسمي هنا عشان بس نبقى واخدين بالنا، هنا هنعمل له اوديت ونقول له ده ايه اللينك ال اهو، وده دبليو. طب كده يا جماعه اخش على الجدول ده بقى واعمل له ديسبلاي تيبل اهو، جاب لنا التيبل. انا عايز احط اثنين اكشن بتوعي اللي هو ال ال والدبليو، ادوس على البروبرتس اهو، اقول له على ال ال والدبليو دول اهم، دوس كنترول وحددهم هما الاثنين، حطوا لي هنا اهم. تمام، هاجي هنا بيقول لي بقى ال L كام؟ ال L 100، ال L اللي هو length 1000، ال width هيكون معانا لان هو لسه، فبيقول لي متر 20، وهنا 1500 معانا
20، الاثنين متر يبقى الحيطة 25، تمام؟ هنا بقى بسمي ايه قدام كل واحدة؟ بسمي كيس بتعميها الحالة واحد او الحالة الف داش متر 20، الحالة التانية 1500 داش 200، الحالة التالتة 2000 داش 250. النقطة دي بسيطة واضحة يا جماعة، تمام؟ في ريز هاند؟ مفيش. طب هنخلي دي برضو معانا عشان لو في حد ريز هاند ولا حاجة. طيب حد كده واضح، هقول له اوكي وهقول سيف. البلوك معانا هو يا جماعه، هروح مختار بقى ايه وزي برضو اللي احنا عملناه، هقول له في حالات اهي، التلات حالات طلعوا معانا اهم. لما اقول له كده اهو عمل معانا حاله، دي عمل معانا الحاله الثانيه، دي الثالثه. كاستم بقى دي مش موجوده معانا، بروح اعملها في البروبرتس هنا. تمام يا جماعه، فانا هعمل ثلاث شبابيك اهم، شباك 2 3 حسب اللوك اب بتاعي. اللوك اب هو ايه؟ بقول هو مجموعه بجمع مرز والاكشن بتاعتها بمقاسات محدده. هتنفعني في ايه مثلا؟ في الميكانيكا مثلا، او في مثلا في المسمار، في البولت، في المسمار بتاعنا العادي، مسمار البولت العرض اللي هو ام مثلا 10 في طول 150، هو الطول اللي عندي لما يكون في ام 10 هو طوله 150، فانا اختار الاكشن اللي هو العرض والطول وهكذا. فده احنا عملنا دوت ده، وهنعمل ده كده، وهنعمل ده الحاله الثالثه اللي هو ده. واضح يا جماعه اللوك اب بتاعتي عامل ازاي؟ فوضحت وظيفه اللوك اب. طبعا هنا هيبان ان التيم هو ما تاثرش معانا لان ما دخلناهوش في الموضوع. متفقين؟ اي اعتراض؟ اي حد رفع ايده؟ تمام. طيب الفيزيبيليتي، الفيزيبيليتي انا عايز اخد الشباكين دول حاله واحده في بلوك واحد، ده وده. بس طبعا ده في الاول خالص. دي مثلا فين؟ عايز اعمل شباك وعليه التكست وشباك معلوش التكست، برضو نفس البلوك بتاعنا الحلو الظريف هنتعامل معاه. هاجي هنا بقول له visibility، هنحطها جنب اللوك اب هنا. نيجي نخش على الاكشن بتاعه، مش هنلاقي اكشن هنا visibility. طب نعمل ايه؟ بصوا بقى يا جماعه، هنا اهو فوق اهو، شفتوا مكانه؟ هو بينزل واحده بس، انا عايز اغير، ادوس على الزرار ده، انا عايز رينيم. هقول له with win number، تمام، new without win number. اوكي اوكي هنقف على with win number. هو ده الشكل بتاعنا الطبيعي العادي اللي هو بنشتغل عليه. طيب without بقى عايز اخفي دي. في هنا يا جماعه بصوا هتلاقوا ثلاث زراير موجودين، بيقول ميك انفيزبل، ميك انفيزبل، وده نشوف هيعمله دلوقتي. انا عايز اغير، عايز اخفي ده في الفيزابيليتي، ده عايز اخفي فيه دي، فراح مختار الزرار ده اللي هو الميك انفيزبل واختار كده واقول له انت اختفى. ده غير دي ونقول له
with ظهرت، اختفت ظهرت. طب الزر الثالث لازمته ايه بقى؟ ندوس عليه ونجرب الويز دوت بقى. شفتوا يا جماعه التكست تحصل فيه ايه؟ لونه بقى خفيف شويه، بقى بهتام. يعني هو بيقول لي ان اللي ده، طب هناخد اللي هو الويز ونحط له ريكتانجل هنا تاني، ريكتانجل طبيعي بقى يا جماعه عادي، اي ريكتانجل اهو هحطه. هاجي في الويزاوت، انا عايز اعمل ايه العكس بقى، لما يظهر تكست يا اما يظهر مربع، ماشي؟ فكده موجود ده، فانا هخفي ده هنا. شوف ظاهر ازاي، فيد خفيف ازاي. ما ظهرش برضو لان ما ظهرتوش هنا. هعمل الزرار ده بقى، ده وظيفه الزرار هنا دلوقتي بقى، ده وظيفته دلوقتي. اما اعمل دوس كده هلاقي الايه المستطيل ظهر، راح اعمل له اظهار، هقول له اظهر لي ده، اعمل حاجه في الايه في الليير without text. واقفل الزرار ده تاني عشان بس نشوف الفرق. اهو without text ظهر مستطيل، والwith text التكست ظهر والمستطيل اختفى. نشوف بقى في اللوحه عامل ازاي. اهو سيف، اهو ظهر عندنا مستطيلين اهم، واحد لللوك اب واحد فيزيبيليتي. يا جماعه كده تمام؟ شويه نريح خمسه كده بس يا جماعه. حد يحب يجرب الحاجات دي؟ احنا خدناها. هو في موضوع تاني هنتكلم فيه غير الديناميك بلوك النهاردة؟ لو في وقت هنتكلم. تمام. طب لغاية كده يا جماعة مفهوم؟ تمام. كده احنا غطينا النقط كلها. بيز بوينت دوت انا بصراحة ما بستعملوش لانه بنعمل بيه ايه؟ وياكم يا شيخ. لما يكون في البيز بوينت معموله بعيد وانت عايز تاخدها في بيز بوينت قريب، يعني مثلا البيز بوينت هي اهي اللي هي ال 0 0، فانا عايز احطها واحده ثانيه الانسرشن بتاعتي، وهستعملها ازاي؟ لما اقول له كده اوكي سيف. بصوا يا جماعه بقى دي الحته انسرت، احنا عايزين نعمل الشباك اللي هو المتر 20 ولا الثاني اللي هو الالف ده، نقول له اوكي اهو. خدتوا بالكم يا جماعه بيحصل ايه؟ شفتوا يا جماعه البلوك بيتغير ازاي؟ انا بدوس على زر التاب. ممكن ايه اللي حصل تاني بعد اذنك؟ انا بدوس على زر التاب، ادوس على زرار التاب عندي في الكيبورد، فهو بيحرك لي بوينت ثانيه في حته ثانيه غير الانسيشن بوينت بتاعته هو. تمام كده يا جماعه ظهرت. بدوس على كنترول عندي في الكيبورد عشان يغير لي البيز بوينت بتاعتي او الانسيشن بوينت بتاعتي في اي نقطه في البارامتر او المحيط البلوك نفسه. يعني ده جوه البلوك اديتور ولا بره ولا ايه ده؟ تاني انا عملت انسرت بلوك اهو، اخترت البلوك اللي انا عايزه اللي هو 100 اللي هو الالف ده، واقول له اوكي. لسه هنزله اهو، دي البيز بوينت اللي احنا حطيناها، مش هي فوق على اليمين؟ تاني بلوك اديت اللي هو الالف ده، هنقول له اوكي.
مش احنا حاطين البيس بوينت. وظيفه البيس بوينت ايه؟ لما اجي اعمل انسرت للبلوك بيعمل منها هي النقطه الجديده دي هي البيس بوينت بتاعتي. تمام، بقول له بيس بوينت واحط في النقطه اللي انا عاوزها. ماشي. طب ده ده اما اجي اقول له بقى انسرت اهو، انسرت نزل البلوك اللي هو 1000 ده، اوكي، بينزل منين؟ من النقطه الجديده اهي. تمام كده يا جماعه لحد هنا. وبص بيحط البيس بوينت هنا اهي كده، دي واضحه. طيب التاب لازمته ايه؟ زر الالت. لما اجي بقى دي حاجه تانية خالص بقى، لما اجي اقول له اوكي كده واجي انزلها، هو هي بينزل من النقطه الجديده. انا عايز اغير النقطه بتاعتي، ادوس على ادوس الزرار كنترول 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 اهو. احنا لو لاحظنا يا جماعه ان البلوك نفسه المحيط بتاعه 4 نقط، ادي نقطه هنا اهي، لو عملنا مستطيل بيحتوي الشكل كله هنلاقي نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا اللي هي البيز بوينت بتاعتنا، والنقطه الرابعه دي هو بيقعد يبدل بينهم. تاني نجرب انسرت، اوكي اهو، ادوس على التاب مره تانية، دي السيشن بوينت العاديه اللي هي 0 0 اهي، جاب الرابعه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، واقول له عايز من دي راح ننزل من النقطه دي. واضحه دي يا جماعه؟ طيب تمام ماشي يا باشمهندس. بلوك ايديت، ندخل تاني على البلوك ايديت. في حاجه يا جماعه مش ما ظهرتش لسه، البوينت دوت بقى نفس المبدا، هي نفس البارامتر بس نقطه واحده بس. نجربها لما اجي اعمل مثلا ايه، ادي بولي لاين كده، اقول له اوكي. اوكي انا عندي بوينت هعملها، هعملها هنا، انا الانسيرشن بوينت بتاعتي هنا اهي، وده النقطه دي اللي عايز احرك منها. تمام، فانا بقول له عايز نقطه بس احرك منها الشكل ده، الحته دي بس احركها في الاتجاه اللي انا عايزه، فاخش على الاكشن واخش ايه، اقول له ستريتش الباراميتر، هقول له النقطه دهيت نفس الاكشن عادي جدا بعمله اهو انتر، ناخده بقى نشوف بيحرك لي الجزء ده اهو. شايفين يا جماعه ازاي؟ اهو ده ممكن اعمله مثلا، استغله ازاي ده يا جماعه؟ حد يفكر في حاجه كده؟ ممكن نستخدمه في نعمل مشاوره. تمام، في ممكن نستخدمه في حاجه تاني. طب حد شايف الحته دي يا جماعه ازاي؟ مش عارف اوزعها مني ليه. المهم اهي النقطه اهي يا جماعه استعملناها هنا كده اهو، ده اكس واي، حاجه بتاعت اكس واي كده عملناها. هنخلي السكيل بتاعنا واحد لواحد. هو انت كده حددت كوردينتس في اللوحه مظبوط؟ نعم. طيب ما ممكن النقطه دي تاني بعد اذنك يا باشمهندس حسن؟ البلوك ده هوت سيبنا من البوينت دي، انا البلوك ده فاكر المره اللي فاتت لما قلنا نستعمل الاكس والواي بتاع الانسيشن بوينت بتاع البلوك عملناه في الفيلد، اللي حاضر معانا المره اللي فاتت هيفتكرها، لو مش حاضر احنا ممكن نعمل
ناخد الاكس والواي لاي لاي بلوك وناخده في بلوك اديت هنا. ازاي هنعمل بلوك اديت؟ نعمله ده اتريبيوت عادي اهو بقى خلاص اهو اتعلم اللي سيلكت او نعمل دبل كليك عليه بياخد بناخد من هنا اوبجكت ومن هنا اوبجكت واقول له سيلكت البلوك ده ده انا عامله بلوك اصلا لوحده في بلوك واثنين اتريبيوت اهم تمام. هقول له البوزيشن اللي فيه الاكس باي والزد عايز الاكس الاولاني لان في الاول الاكس وبعد كده الواي اقول له اوكي جاب معاه الاكس او الاي. الثاني النورث اللي هو الان او النورث اللي هو الواي برضو نفس الحكايه واخد نفس المبدا واقول له الواي اهو. بس طبعا الاكس واي بتبقى بالكوردينيت بتاعتها ما بتعملهاش سكيل لانه عامه بيبقى بالمتر فاحنا مش عامل اي علاقه فيه في الاديشن هي مش عامل اي علاقه كده بس الان بيساوي ان بيساوي بس كده ان بيساوي مسافه بس كده فجي معانا تمام. بس انا بقى ايه عايز احرك اما اعمل انسرشن للنقطه فانا عايز احرك دي هجيبها هنا مثلا هجيبها هنا الثانيه لان ممكن يكونوا نقطتين قريبين من بعض زي كده مش هيظهروا. هروح مغير دي واعمل له في الناحيه الثانيه كده عايز اقرب واصغر دي كده اهي عايز ابعدها شويه يعني مثلا برضو لو نقطه قريبه منه كده هاخد ده واحد صغير واحد كبير اهو كده كده استخدامات البلوك كبرت معانا بالديناميك بلوك اللي احنا عملناه فيه. ودايما بفكر في كل حاجه ليه بس مش هفكر في كل حاجه اعملها مره واحده. احنا يا جماعه شفنا لما جينا نعمل الشكل ده لما جينا نعمل الشكل ده يا جماعه ما عملناش حته واحده احنا عملناه نقطه نقطه مره مره عملنا الاسترتش الاول بعد كده الفليب وبعدين روتيشن وهكذا. والتكست بصوا يا جماعه ثابت زي ما هو ازاي ما لفش معانا طب كده يا جماعه تمام ماشي يا باشمهندس ماشي يا باشمهندس حاضر كده تمام يا جماعه. طيب نعمل بلوك اديت هنا البلوك اللي احنا عملنا شكل البلوك اللي احنا عملناه دوت اهو هو البلوك اديت جينا عملنا بوينت هنا هي في دي ليها بوينت هنا وده ديستانس عادي اللي هو لينير عادي جدا بياخد معانا الخط ده او النقطه دي والتكست ده والتكست ده اللي هو الاتريبيوت اللي معانا كنسل. طيب نشوف بقى حاجه ثانيه عملناها يا جماعه احنا خدنا البوينت واللينير والبولر ده زي اللينير بالظبط بس مش ثابت في اتجاه معين عملنا الفليب خلاص والفيزابيليتي واللوك بيس بوينت والاكشنز كلها طبعا مترتبه عليها. بارامتر سيت ديت بقى يا جماعه هو بيجمع لك يعني هو بيريح عليك بيقول لك ادي لينر وموف لينر وستريتش لينر واري هو ما جربناش الاري يا جماعه بقولكم جربها. الاري طبعا موجوده في الـ في الـ في الاوتوكاد تمام بس انا عايز ادخلها في البلوك مثلا عندي زرار عندي مسمار يبقى 20 في 20 بس يا جماعه في خط مايل كده صح فانا عايز اكرر الخط ده عايز ادور المسمار بس مع تطويل المسمار اطول اكرر الخط انا عايز اعمل الاثنين مع بعض اهو اعملها ازاي دي
اول حاجه دايما يا جماعه لازم نتعود ان ناخد كل حاجه على اللير زيرو، ده ديفولت. في ناس عن ناس عايزه تحط حاجات معينه في اماكن معينه حيطه، بس احنا عامه بنحط حاجه في على اللير زيرو عشان لما اوديها اي لير تاني تاخد الخصائص بتاعه اللير الجديد. طب نعمل بلوك بقى. نقول له اوكي. طيب اهو من هنا لهنا ده هعمل فيه اتنين بارامتر، اتنين اكشن دلوقتي. اكشن اللي هو الاستريتش المربع المنطقه دي، وبعدين في الاري بقى مع نفسه هو برضو سيلكت اوبجكت لو اوبجكت ده كل مسافه ايه كل مسافه دي اهي، واجي على ده واقول له خليه جريب واحد اهو. شفت يا جماعه كبر ازاي اهو بيعمل اري معايا في المسمار. ما عملش ايه بقى في الروك اديت ولا هو ما خدش ليه، ولا المفروض ده يبقى من هنا يبقى من هنا كده عشان ما يجي يكرر. دي حاجه. الحاجه الثانيه نشوف ده وده ما خدش. طب نعمل انسر ثاني يمكن زعلان منه ولا حاجة. وزعلان ليه؟ طب استأذنكم. طب يا جماعة نفكر فيه شوية كده بس. حد جرب يعمله يا جماعة؟ هو يمكن عشان اختار اتنين element مع بعض، يمكن هو بيعمل dynamic على element واحد بس عشان هو قرا مستطيل ولاين. مجرد رأي يعني. المفروض بيشتغل مستطيل بياخده. طب اصل طب هقول لك احنا اري كده ضمناه، هنعمل ده ديليت ونجربه تاني. نعمل واحد تاني stretch من النقطة دي انتر اهو اهو اتحرك معانا. انا متوقع ان الجريب بتاعنا لما خدنا النقطه الثانيه اللي هي دي، لما جه خد حركه النقطه دي، فالنقطه دي ما اتحركتش فعشان كده ما اتحركش معاها. فعامه في حاجه زي كده بروح الغي الاستريتش واعمله ثاني، ممكن يكون مهنج ولا حاجه انت عارفين بقى دي الاله، فاحنا مش ممكن حاجه تقف في ايدينا مش عارفين بنعمل فيها ايه. تمام كده يا جماعه، احنا كده خدنا الديناميك بلوك تقريبا كله اهو خلاص. السيت بارامتر دي بقى اللي هي ايه بيجمع لك الحاجات معينه حاجات مع بعضها، اللوك اب سيت وفيزابيليتي اهي والفليب والاكشن بتاعها كل حاجه، بحيث ما تقعدش تعمل الاثنين مع بعض يعني. بس انا طبعا انا بقى عن نفسي بفضل ان اعمل كل واحد لوحده، انا مش قاعد ادور بقى على حاجه لان انا بعمل بكذا يعني. مثلا هنا هعمل كذا بارامتر يعني، هنا مثلا يا جماعه المسمار ده عرضه كام؟ 10. طب انا عايزه 5 هنعمل ايه؟ ناخد تيجي نعمل بارامتر جديد نعمل كده. طبعا في كذا طريقه بس هناخد دي مثلا كده اهي
ده كام دلوقتي؟ ده عرضه 5. طيب اهو بقى العشرة بتاعنا عادي، ونعمل اكشن في كل ناحية. ادي اكشن اهو ستريتش النقطة دي هنا. انا طبعا بدوس سيلكت واحدة لان هو ريكتانجل مربع، لو كان خطوط بس كنت عملت مربع، كنت عملت مستطيل الاختيار، وعشان اطلع دول من الاسترتش بتاعي كمان يبقى هم موجودين. انا ممكن ادخلهم في الاسترتش بتاعي معايا اهم كده، بس اتوقع هيجوا ولا لا؟ مش هيجوا، لان انا لازم اطلع الجراب دهيت النقطة دي هنا بره، لازم تاخدوا النقطة دي بتاعتي هنا عشان يشتغل معايا. ماشي، اروح التاني ناحية التانية استرتش تاني هنا بتاع النقطة دي برضو، وهاخد من هنا كده كده والأوبجكتس كده وكده. تمام، تيجي نجرب عشان نشوف المشكلة هتحصل. في مشكلة طبعا تحصل، هنبص عليها. هنيجي نلاقي لما نعمل كده وكده، كل واحد يتحرك في ناحية، كل ده وده متحرك معانا، يبقى لازم نطلع ده من السيلكشن ونشوف حل السيلكشن التاني هيتحرك معانا ازاي. تمام، يبقى اول حاجه هنيجي هنا ونيجي نختار ده، نقول له موديفاي انتر ريموف، طلع ده من ايه السيلكشن بتاعك، واجي على التاني نفس الحكايه اكشن موديفاي ريموف، طلع ده السيلكشن بتاعك. طب هنا بقى نشوف هيحصل ايه معانا. بقى هنا في حاجة اسمها ايه؟ ميسلينياس دي، في البيز لوكيشن هقول له بيقول لي يا من الستارت بوينت يا اما الميد بوينت، هنخليها الميد بوينت دي مؤقتة، ونقول له اوكي سيف. تيجي نجرب كده، شفت بيعمل ايه؟ جمع لنا ناحيتين مع بعضهم، متفقين؟ طيب نجرب حاجه تاني، هي المسامير عندي كام؟ المسامير عندي محدده، هعملها هنا ليست. لو عايز اعملها ليست اللي هم الثمانيه، في 6 و8 و10، 6 8 10 و12. تمام كده يا جماعه؟ طب ما في حاجه تاني؟ اه في حاجه اسمها انكريمنت، ديستنس انكريمنت، يعني انا عايزه ينط مسافات محدده. دي على فكره ممكن تعملها في الشباك، الشباك عايزه كل 5 سم يكبر، فهنا هقول له انكريمنت كل كام؟ هنا كل 2 مللي، كل كام مللي؟ ادي 10 12 8 10 12 كل 2 مللي. اه الديستنس مينيمم كام؟ مينيمم هو عندي 6 مللي، انا ما بعملش مسمار اقل من 6 مللي، والماكسيمم اكتر حاجه عندي 12 مللي. دي زي الليست بالظبط، يبقى في 6 و8 و10 و12. انا بشتغل بالمسامير دي بس، لان لما بخش في ال14 ده شكل تاني بيتعمل، فممكن اعمله بطريقتين، يا اما اعمله بلوك جديد يا اما اعمل فيزابيليتي ثانيه. تمام، طبعا ما بفضلش فيزابيليتي كتير، يعني لو عملت بلوك بيبقى احسن، احسن من نعمل فيزابيليتي لكل حاجه. يعني ما عملش مسمار واحد مثلا في اربع خمس اشكال وكل شكل ليه فيزابيلتي، هي دي بتبين احترافيه الراجل ان هو شغال، بس بتتعب الشغل، لان لما يكون الديناميك كتير في اللوحه بيبقى يعني ديناميك بلوك في حوالي 20 بيبقى حلو، هيزيد عن كده هتلاقي اللوحه بتتقل، فاحنا مش عايزين اللوحه تتقل معانا كتير. تمام، فانا هخليها مثلا ماكسيمم بتاعت 12 اهو. بص يا جماعه عمل ايه، عمل كام سطر؟ كام خط هم؟ صغيرين من دول، ادي خط 2 3 4 اللي هي كام؟ 6 و8 و10 و12. طب هنخلي الماكسيمم معلش هنخليها 14، نقفل نقول له سيف اهو. لما نيجي ناخد دي كده اهو، بصوا يا جماعه بقوا في اربعه موجودين، يا اما ده يا اما ده يا اما ده. دي طريقه، الطريقه الثانيه من هنا اهي، هكتب هنا مثلا لو نكتب 20 هيحصل ايه؟ نكتب 4، جاب اصغر قيمه
جاب اصغر قيمه عندنا اللي هي السته، لو كتبنا مثلا 50 هيجيب معانا كام؟ اكبر حاجه 14. لو مثلا عايز اعمل مستطيل احط للضلع بارامترز وللطول بارامترز تانية، بحيث مثلا لو برسم ضغط او اي حاجه، حاجه مستطيله يعني، بدل ما كل شويه ادخل قيمتين مثلا في الطول والعرض، فممكن اعمل حاجه زي كده فيها قيم مختلفه مثلا كتسهيلا على هتعمل بقى هتعمله اتنين، ده اتنين بارامتر يعني، مثلا ده ده دكتور عندك اهو، طبعا الدكتور يفضل بالديناميك بلوك لان هيبقى كتير جدا وصعب، هياخد الملف هيتقل لو دكت، لان طبعا انت بتعمل هي اللوحه كلها دكتات انت هتعمل فيها ايه تاني، فالدكتات ما بيبقاش كتير. طبعا هو بينفع في حاجه تانيه، لو هينفعنا ينفعنا في حاجه تانيه اللي هي الحصر، دي هناخدها بعد كده اللي هي ايه داتا اكستراكشن. فانت بتعمل اتنين اري دي، اتنين باراميتر، واحد من هنا كده واحد تاني هنا، وتخلي كل واحد واحد بس اللي هي الكريبس واحد، تقول له كلوز سيف تشينج اهو، جه معانا واحد تاني هنا اهو ده، بس طبعا مش باين هنا جريبس لان ما عملناش اكشن، هيبقى في مستطيل معانا اهو شغال معانا. لحد كده تمام يا جماعه، احنا كده غطينا البلوك كله. طبعا اللي بعد كده بقى يا جماعه ازاي اعمل بقى، دي كلها خبرات، انت عايز تعمل ايه، فتمشي مرحله مرحله زي ما احنا عملنا هنا. المسمار ده عملناه مره، عملنا طول مره، عملنا اري، طب انا عايز اعمل بقى العرض بتاعه، فمحدش يقلق لانه مثلا البلوك ما جاش معاك من اول مره. انا عايز انت فكرتوني عايز اوريكم بلوك مثلا، يعني احنا اشتغلنا فيه كتير جدا يعني، هريت الاقيه بس. حد يعرف شركه اسمها ايه كونستراكت؟ ده بلان. بص يا جماعه الاكشن بتاعت عامله ازاي، في اكشن قد ايه. طبعا البلوك ده خد مني وقت مرحله جامده جدا عشان نشتغل عليه، ده بيتحرك من هنا وده بيتحرك تمام يا جماعه، ده بقى الشكل التاني اهو. سكيل وده ستريتش، ده ستريتش برضو ناحيتين هنا وكذا سيكشن اهو وهكذا. طبعا يا جماعه الحاجات دي مش وليده لحظه او وليده وقت كده وخلاص يعني، لا بتاخد وقت. لو جينا نفتح مثلا التولز اوبشنز، دي في جدول يا جماعه اللي احنا عاملينهم زي ما عملنا المره اللي فاتت، وده في عمليه حسابيه اهي، الكتله بتاعته بتيجي ازاي والوزن بتاعه، طبعا الوزن بتاعته الوزن بتاع الكتله اللي هو الماس في دي 3 اللي هو ده اهيت،
دي 3 اللي هي الخانه اللي قبليه هنضربها في 2.5 اللي هي كثافه الخرسانه. هو الجدول ده اكستراكتد من الاكسل شيت؟ لا ده تيبل موجود في الاوتوكاد، تيبل اهو، والتيبل بيتعامل مع، احنا قلنا شرحنا المره اللي فاتت الحكايه دي، التيبل بيتعامل مع المعادلات. احنا لو لمسنا كده يا جماعه هنلاقي فين، هنلاقي فين اي بي سي زي الاكسل بالظبط. مش ممكن اشتغله في الاكسل، مش ممكن اشتغل المعادله في الاكسل واخدها زي ما هي كوبي بيست في الكات تنزل بنفس المعادله بتاعتها؟ ما هو انت اللي تعمله هناك هتعمله هنا، بس هنا اصل هنا ليميتد شويه مش زي الاكسل. ده الاكسل طبعا فيه معادلات كتير جدا، فانكشنز عنده اكتر من نوتكات بكتير، فانت لو هتعملها في الاكسل هتاخد تعمل تاخد الكوبي هنا بحيث انك تاخده منه هنا، واخد بالك؟ اه طبعا ممكن. اه جدول الاكسل هو الجيت. اه ما هو بيبقى محفوظ جوه الجدول الاكسل لما يعمل له امبورت جوه الاوتوكاد، محفوظ جوه الاوتوكاد ونفتح منه ونعدل فيه. طب عايز اوريك بس النقطه دي، فدي مثلا اهي هنا عايزين نعمل له ايه، اي 5، فهنقول له بيساوي اي 5 زائد بي 5. طبعا جابها اشكال مش مفهومه لانه ايه مفيش واحد هنا اتنين مثلا، راح جايب الثلاثه اهي. طبعا تظبيط الجدول هيبقى هنعمله alignment، هنقول له middle center اهو. وضحت كده يا جماعه؟ ده الجدول. المحاضره هترفع امتى؟ انا بس هعمل لها مونتاج بس وغيرها، ممكن بكره او بعده. حاضر انديه هندسه حاضر. الموضوع بيتكرر طبعا. الديناميك بلوك يا جماعه تطبيق، الديناميك بلوك تطبيق هتقعد تجرب كتير فيه، لانه هتلاقي في حاجات بتدخل معاك وتقعد تفتح وتقعد تجرب وتعمل له سيف وتقعد تعيده زي ما عملنا. الكاد العادي ومربوطه بالاوتوكاد واي تحديث في الاكسل. هو الاكسل لو خدنا اكسل اهو، تبع اكسل عادي، لو قفلت الملف بتاعي هنا اللي هو ده وده بقى هعمله الجدول نزل بخلفيه بيضاء، نقدر نسوده في اكسل عشان تاخد الفانكشنز اللي في الاكسل، لان يعني الفانكشنز مش كلها في الاكسل موجوده في الكويت. تمام، دي نقطة لو انت عايزه زي ما حضرتك بتقول تاخده كوبي وتقول له انسرت. اشوف سناسيها هي هنا اختارها من هنا اهي، انسرت او لي اوبجكت، هتقول له اوتوكاد دروينج، تقول له اوكي. بس كده العلاقه بينه وبين او الرابط اللي بينه وبين الاكسل انتهى، يعني لو عديت في الاكسل مش هعدل هنا. فاحنا بنعمل عندنا الشكلين، يا اما اعمله اللي هو الخلفيه البيضاء هيبقى اكسل عادي محفوظ جوه ملف الاوتوكاد معاه،
او بيتحول لتيبل عادي. حد يستمع كلامي جدا يا جماعه؟ ده ايه ده، دي تعويذه دي ولا ايه؟ العلب لا ابره كدبره. في سيستم بعمله، انا بعمل سيستم اوتوكاد للشركات، هو فوق موجود اهو. في جزء منه ان انا حاطط فيها، في جزء منه حاطه ان هو يشغل لك الرساله دي لما يشتغل. يعني انت الصبح فتحت الاوتوكاد فبيديك الرساله دي، دي بتدل لك ان السيستم نزل خلاص، اتحمل سيستم، اتحمل فتعرف تشتغل عليه. لو عايزين نخلي وقت من المحاضرات بتاعت حضرتك بس ايه، لو حتى لو ربع ساعه، الاسئله مثلا اللي عند الناس اللي ليه سؤال مثلا في الكات بره، بره الكورس بتاع بتاعنا يعني، في 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 مشكله في الموضوع ده؟ مش مشكله طبعا، احنا هو بس بحدد يعني يقول لي مثلا الموضوع فين، لو صغير هنقوله، لو موضوع كبير او موجود في كورس معانا احنا هنأجله. لان هو حضرتك بص، احنا عندنا سيكونس ماشيين بيه، في مواضيع ماشيين فيها. فهنا مثلا يعني مثلا هنا عملنا الديناميك بلوك، ازاي نعمل ديناميك بلوك؟ انا فاهم انا بتكلم تمام. الاتريبيوت اهو داتا اكستراكشن. فانا لما كنت بشرح من شويه بقول ايه، احنا كان في واحد بيكلمني اللي هو عايز يعمل دكت، فبقول له داتا اكستراكشن هنمر على الاكس على الاكس ريف اهو هيتعمل. انا اللي اتكلمت عن الضغط، اللي عند كان بيقول لي اللي اوت، فهيشرح بعدين. فكرة انك تقول الموضوع اللي انت عايز تقوله، فلو هو موجود معانا في السيكونس هنا هنحطه، هنقول لك استنى لما يجي صغير هنشرحه، لو كبير وموضوع عايز نقطه هنحط له طبعا نقطه هنا، نقطه جديده هنا ونشرحها. قلت لي مثلا هتقول لي الاكس ريف، ما احنا هنيجي في وقت ما هنشرح الاكس ريف. فلو جيت تقول لي مثلا عايز اشرح الاكس ريف، اقول لك لا استنى اما نيجي، اما يجي في الوقت بتاع محاضره الاكس ريف. في هنا نقطه جديده اللي هي الكلاود، ازاي انا وانت نشتغل على ملف واحد، مش ملف واحد بقى، مكان واحد نشتغل عليه. زي عندك زي عندي، ازاي نشتغل احنا الاثنين في مكان واحد، ده هنشرحها برضه. انا فاهم كلام حضرتك اللي كنت اقصده، بس ايه انا فاهم في سيكونس ماشين بيه في الكورس وكل حاجه، وكتر الف خيرك يعني انت والقايمين على البرنامج ده. اللي كنت اقصده مثلا ان في ممكن حد الفتره دي، حضرتك عارف كلنا يعني ماسكين شغله وشغالين، ممكن حد يبقى واقع منه حاجه في شغله محتاجها مثلا، او بيستعملها مثلا بصفه يوميه، هو محتاج بس شرح فيها او اي حاجه. فبتكلم لو في كل خميس مثلا اخر 10 دقائق في الكورس، لو احنا مثلا الكورس ساعتين او ساعتين وربع او اي ما يكون، ممكن نسيب 10 دقائق بس للحاجات البسيطه يعني. لو خلاص لو بس احنا ما عناش الباوربوينت الهايبر، فممكن لو في حاجه جايه في بعد كده اوكي خلاص مش مشكله مش هنسرها. بس لو حد ليه مثلا تعليق مثلا او حاجه مش قادر يشتغلها كويس على الكاد او اي حاجه، فده اللي انا كنت اقصده. بس يبقى في 10 دقائق بس اخر الكورس للي ليه سؤال في الاوتوكاد بصفه عامه يعني. بقول لك حاجه احسن من، اقول لحضرتك حاجه احسن من كده كمان. الواتس بتاعي موجود، اي وقت عايز اي حد اي حاجه يبعت لي على الواتس، واقفه معاه دلوقتي. يعني انت حضرتك في المكتب دلوقتي ومشكله واقفه معاك، لو انا اونلاين معاك هقولها لك، لو مفيش طبعا لما ادخل على الواتس هقول لك الحل المشكله ايه. كتر الف في ساعتها يعني، ما تقلقش، مش هنستنى يوم الخميس. تمام. وممكن حاجه تشرح بعد كده فانا هقول لك حلها لك يعني عادي. يعني الواتس معاكم موجود والجروب موجوده، اشرح لي في الجروب الواتس، الواتساب موجود، اشرح لي في الجروب او عند اي حد من الاعضاء. طبعا اي حد اهلا وسهلا بيه، احنا 50 عضو يعني، لو كل واحد مثلا لو 50 يتكلموا معايا انا هقدر ان شاء الله ما تقلقوش يعني.
بس تسلم. اطلبه انا تسلم انا باشا. انا ما بتاخرش في حاجه. كتر الف خير. طيب بعد اذن حضرتك يا باشمهندس حسن. نعم. بالنسبه للاوتوليسب ده كورس هيبقى مستقل لوحده ولا ممكن نتكلم عنه في خلال الكورس ده ولا؟ هو الاوتوليسب كورس مستقل لوحده هيتعمل. انا عامل بس انا في جزء منه لو السيستم ده في انترودكشن بس للليسب ازاي يعني ايه ليسب، لان هنا في السيستم فاريبل دي هتبقى متغيره فازاي اعملها ثابته عندي في اللوحه. تمام جزاك الله خير يا باشمهندس. لكن في جزء في طبعا في كورس هيتعمل بعد ما نخلص ده ان شاء الله اذا كان يعني مرتبط بيه او هنشوف الاداره بس في البيم عربيا لو في وقت تاني مثلا هيبقى ايه هيدخلوا مع بعض يعني هيبقى ورا بعض ان شاء الله الاثنين الاوتوليسب والاوتوكاد ده بعد الاوتوكاد على طول. تمام جزاكم الله خير يا باشمهندس. ولو حد عنده ليسب معين عايز يعمله يقول لي لو قدرت اعمله هعمله له طبعا يعني او ممكن يكون موجود عندي وانا هقول عليه. باشمهندس كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. اتفضل. حضرتك تعرف الواي كيو ار؟ ايه الواي كيو ار؟ هو انا ما لسه ما ذاكرتش من الحضرات دي، بس هو في واحد على اليوتيوب بيشرح حاجه ادن بتدخل على الكاد وبيعمل بيها حاجات هي بتبقى زي الليسبس كده والسكريبتات، فبس بتسهل الشغل جدا. فكنت عايز اسال يعني هي الصيني دي؟ الصيني الصيني بالظبط. ايوه عارفها. هي دي فري اصلا ولا هي فري؟ طب يفضل ان احنا نستخدم دي ولا نشتغل على الكاد على طول؟ ما هي دي مجموعه الليسبات موجوده عندك تستعملها، عايز تستعملها استعملها. وانا برضو نفس الحكايه انا بعمل حاجات زي كده برضو اهي اللي هي دي يعني الكشاف دي شركه اسمها كشاف هنا طبعا انا في زملاء موجودين معانا في الشركه هنا موجودين في شركه كشاف اندرا دي شركه اسباني كاب دي شركه مصريه هنا فانا نفس يعني حتى تلاقي نفس الشكل ونفس المبدا بس دي طبعا متطلبات كل شركه بتطلب حاجه معينه فاعملها لها. تمام طبعا حاجات مشتركه وفي حاجات حسب كل شركه بتطلب ايه يعني مثلا تلاقي القائمة هنا فيها حاجات غير كشاف ان في كشاف في الارك والستراكشر ان بي كونت سيرفي هنا في اندرا مش هتلاقي الحاجات دي وكم مش هتلاقيها برضه وهكذا. القائمة ديت هو واحد عامل حاجة عامة فبتاخدها عندك بتعملها طبعا غير حاجة خاصة لشركة معينة بتبقى الحاجة بتاعتها طبعا البلوكس بتاعت بتقسيمات بتاعتها اللي هي لو حد حضر معنا الكورس بتاع الستاندرد هيعرف. كان سؤال بس بعد اذنك شونس حسن في جزئين انت كنت لسه شارحها دلوقتي لما كنت شغال في الديناميك بلوك اللي هي الحتة اللي فيها الكوردينتس الاي والان بس الاي والان هي طلعت كوردينتس الكوردينتس دي كوردينتس اوتوكات ولا كوردينيت ايه بالظبط؟ الفيلد لو رجعت محطه الفيلد هتلاقيها يعني اقصد مثلا احنا عشان شغلنا اهي انا مثلا عشان لو بحط ساعات ليفلز للبايبنج او اي حاجه خصوصا خاصه بالانفراستراكشر او بالهاوس كونكشن ممكن في الموقع يطلب لها كوردينيتس او حاجه زي كده فهل دي تفيدني في حاجه زي كده؟ ده كان سؤال بس يعني مش اكتر. بص هناخد ده مثلا بلوك ده الاي والان الكوردينتس دي كوردينتس كاد يعني دي أيوة. كوردينتس الاوتوكاد بس دي اقدر اغيرها او اقدر انسبها لو 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 معايا نقطتين مثلا في المشروع. حاضر اتفضل صوت. حاضر بص ده علاقته بالزيرو زيرو لو بصيت على الزيرو طب نلغيها بس ده عشان ايه تبقى باينه معانا اوبشنز نلغي الدوت اللي ورا اهو ادي الاي والان اللي هم الاكس والواي. حضرتك بص لما نعمل سيلكت للبلوك ده الانسيشن بوينت بتاعته هنا اهي تمام كده نقرا الاكس اللي هو اهي اهو هو ده الاي هو اللي هو الاي هنا الاي هنا الاكس الواي هنا اللي هي 395 هنا 395 هو بيتنسب لل 00 لو نقلنا ده لل 00 اهو راح لل 00 نشوف فين ال 00 بتاعتنا اهو ارى 00
فانت بيقرا كوردينيت للوحات حسب الزيرو زيرو بتاعك. طبعا ادام انت خدت في كوردينيت التوتال ستيشن هيشتغل، هيشتغل على الكوردينيت بتاعت الدوله اللي هي اي والان بتوع الدوله العاديين اللي هو انا وانت هنشتغل عليهم حاجه واحده، فهو هيقراها. تمام تمام. باشمهندس احمد نبهان، لا ابعت لي على الخاص وانا لان عايزك انت مخصوص يعني. باشمهندس احمد نبهان ده لان انا ليا صديق اسمه وليد نبهان، مش عارف بقى هتبقوا من اصدقاء ولا لا، فانت ليك معزه خاصه لان هو صديق اخ يعني. اتفضل معايا في الخاص وابعت لي وانا ابعت لك. المحاضره اللي فاتت والمهندس عمر برضو لو بعتها لك هيبعتها يعني، انا اجيبها لكم. انا رفعتها جروب. تسلم يا باشمهندس. كده وصل الاكس والواي بتاعك يا باشمهندس تمام؟ النقطة دي اللي بتسأل عليها؟ تمام. يعني أنا ماليش معزة يا باشمهندس حسن؟ طب تعالى كده وجرب. تعالى على الخاص وجرب. أنا عينيا ليكوا كلكوا يا حاج. تضامن. أنا بس مش فاكر أنت فاكرني ولا لأ، أنا كنت شغال معاك في إندرا لو تفتكر. فين؟ ممكن مين معاك؟ طب أنا أحمد آدم، أنا أحمد آدم بتاع كونكورد. أهلاً. ازيك يا باشمهندس عامل ايه؟ الله يخليك يا باشمهندس. الله يبارك لك يا رب. تعالى انت، لا تعالى انت خاص بقى بجد. الله يخليك. السيستم ده انا كنت عامله في اندرا لما انت طبعا شفت السيستم ده، انا وريته لك قبل كده ده. كنت شغال بيه وهو عندهم دلوقتي شغالين بيه يعني، او انا سايبه لهم يعني. لا لا بصمتك موجودة يا باشمهندس حسن، الله يبارك لك يعني. تسلم يا باشمهندس. طيب احنا خلصنا نريم البلوك يا جماعة. الاتريبيوت، خش في الاتريبيوت يا جماعة. فايقين ولا كده كفاية؟ أنا معاكم. المهندس جزاه الله خير رفع المحاضرات اهي، رفع. طبعا دول انا مقسمهم عملتهم بالموضوع، هنا المقدمه هي لوحدها وكل حاجه لوحدها اهي، ده الانتيشن لوحده والفيلدز لوحده والجداول اهو وهكذا. قيس عمري منس، قيس من العراق. ازيك يا غرش باشمهندس شهيم. حبايبنا تونس، بس انا غلبكم في الكوره برضه. طبعا احنا بعيدا عن اي حاجه، انما بعض اشجع اللعبه الحلوه ايا كان اللي بيلعب بقى يعني، حتى لو مصر والجزائر، مصر وتونس، مصر والمغرب، انا بتفرج على الكوره بحب يعني. لو الجزائر لعبت كوره حلوه انا بقول الله عليك تونس مصر، انا احنا كلنا اخوه كلنا اخوه في الله. طيب نكمل جزء الاتريبيوت ده. طبعا كلنا بلد واحد، طبعا ربنا بقى يدي الاحتلال على قد نيته وعلى اللي عملوا فينا ان احنا خلانا كل واحد لوحده. زمان كان الواحد بيسافر من المغرب لمكه عشان يحج ويجي لغايه عندنا احنا هنا، ناخد المحمل ونطلع بيه على السعوديه. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. طيب تحيا مصر، تحيا الوطن العربي، تحيا الاسلام كله. طيب يا جماعه احنا كده نخش على تريبيوت. في حاجه يا جماعه حد واقف، حد قدامه واقف حاجه؟ طيب كرييشن بس بتاع الاتريبيوت بعد اذنك يا باشمهندس حسن. طيب حاضر. الاتريبيوت يا جماعه هو البروك بتاعنا اهو. عملنا بلوك اسمه W. البلوك عايزين البلوك الجديد اللي هو ده اهو. طب يا جماعه ايه رايكم نحط هنا بلوك 30 بلوك ايه هنا اهو.
عايزين نحط اتريبيوت هنا ATT attribute اهو attribute definition نحطه هنا. التاج دوت يا جماعه ده اللي بيظهر لما نيجي نعمل جدول السطر جنبها. التاج اللي هو ايه؟ نقول مثلا ده ال من هو. انا اسف ممكن بس الحته دي تاني، ممكن بس الحته دي تاني بعد اذنك. ATT attribute اول اختيار فيه attribute definition. هنا الاسئله اللي بتظهر لما اجي اعمل بلوك اديت اللي هم دول، لما اجي اعمل بلوك اديت اهو بيظهر لي ايه؟ التاج برومبت والفاليو هم اللي بيظهروا لي هناك، هم اللي بعملهم واقول له اتريبيوت واقول له مثلا هنا المنهول نمبر، منهول نمبر. طبعا الاسم التاج ما بيبقاش فيه سبيس، فانا عايز اعمل بعمل مسافه او اندرسكور بقول له مان هول نمبر الديفولت هو مان هول 101. انا هنا ممكن اعمل حاجتين، ممكن اخلي الام اتش داش تكست وبعد كده تعال نجربها احسن كده عشان ابقى اعدل على طول. الجستيفيكيشن هنقول له بوتوم ليفت والتكست هايت 2.5 ونقول له يا جماعه هنا نزلها لي هنا. عشان هعمل تكست عادي في اللي هو المنهول نمبر ماشي تمام يا جماعه، وهعمله بقى الجستيفيكيشن بتاعه رايت بوتوم رايت معانا في الشغل هتظهر معانا بعدين. طيب الاتريبيوت بتاعنا بقى هنشوفه اهو، نعمل اتريبيوت انفيزبل دي اللي هو ما يتبعش مخفي بس يظهر معانا في داتا اكستراكشن اللي هنقوله كمان شويه. اللوك بوزيشن ده بنحتاجه لما نعمله لاميك بلوك، لما نعمل دايناميك بلوك والاتريبيوت ما يتحركش معانا نعرف ان هو بقى اديت معانا هنا بقى ايه مالتيبل. الصوت قطع بس يا باشمهندس حسن لمده دقيقه، الصوت قطع لمده دقيقه انا ما سمعتش حاجه، فلو حضرتك ممكن تعيد بس بعد اذنك. احنا عملنا انت عملنا الاتريبيوت هنقول له اتريبيوت هنا هنعمل التاج بتاعه من هول داش نمبر. التاج لازم يكون ما فيهوش مسافات، والتاجز لكل اتريبيوت مختلف عن الثانيه، لان لو شبهنا اتريبيوت هتلاقي طالع بلون احمر. البرومبت ده السؤال اللي بيساله لك اللي هو احنا شفنا الثلاث حاجات دول، لما نيجي نعمل بلوك من هو النمبر هنا ممكن مسافه بقى عادي، احنا مش عايزينه مالتيبل لاين، احنا عايزينه من هو النمبر يبقى 01. تمام كده يا جماعه. اللي بيهمني هنا اللي بلوك بوزيشن، اللوك بوزيشن ده لما نعمل اتريبيوت ونلاقي لما نعمل دايناميك بلوك والاتريبيوت ما تفهم ان هو مش لوك فهنعمله لوك، وهوريه لكم ازاي يتعمل بعد ما نعمل هنا. طبعا الجستيفيكيشن والتكست ستايل، طبعا لو ظبط عندي تكست ستايل معين هيظهر معايا هنا روتيشن زيرو. عارف كده بقى ده احنا عملنا هنا ونقول له نجرب ما ظهرش هنا. طبعا هنقول هنا لو عملت اتريبيوت فيه وما ظهرش هعمل اتريبيوت. هو كان في مشكله في الصوت، كان في مشكله من الصوت من اول ما حضرتك ابتديت الجدول، يعني اظنش حد سمع حاجه، ف معلش لو حضرتك تعيد تاني بس. حاضر عيد. حاضر. طيب انا لو ما ظهرش معايا الاتريبيوت كده
لو ما ظهرش معايا الاتريبيوت هتبقى انتريبيوت سينكرونايز. الامر ده تمام كده يا جماعه. هو طبعا موجود صغير هنا هننزل الزر عايزين ناخد الانتشن بتاع مع اللوحه. هنا بقى بيبين لنا ان هنعمل حته هنا ان البلوك نفسه ثابت انما الاتريبيوت تكست معانا. ونقول بعد اذن حضرتك يا باشمهندس. نعم معلش هو الصوت عمال يقطع فمعلش معلش احنا تعبينك معانا النهارده. اقترح بس على حضرتك حاجه لو هو تقريبا على ما اعتقد ان الزوم بعد ساعتين بيبدا الكونكشن يبدا يبقى مش مستقر يعني على ما اعتقد يعني. تمام استاذن حضرتك لو احنا اجهدناك النهارده معلش انا معاكم ما تقلقوش نعمل واحده جديده معلش نكمل مره ثانيه. نكمل مره ثانيه ومعلش هو ممكن نخليها نبدا بيها اول المره الجايه بحيث ان الكونكشن بيبقى لسه قوي فنقدر نفهم على طول القصه. استاذنك يعني استاذ بعض الناس لو الناس عايزه تكمل اوكي انا معاكم يعني مفيش مشكله. هو اقتراح بس مش اكتر احنا اللي تعبنا. طب ماشي يا جماعه ده انا كنت عايز اخش على داتا اكستراكشن كمان. طب بص اقول لكم يا جماعه هو 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 يعني استاذ حسن كتر خيرك طبعا مجهود بارك الله فيك بس هو فعلا بعد ساعتين تركيزنا احنا حضرتك طبعا بروفيشنال في الحاجه اللي انت بتقولها فالموضوع بالنسبه لك بسيط وسهل بس احنا اللي بنستوعب فالواحد بعد ساعتين خلاص مستوى تركيزه بيبتدي ينهار شويه يعني ف ماشي حاضر لو ممكن طيب. نكتفي باللي خدناه النهارده ده نتدرب طيب. عليه وكده فعشان خاطر ايه نملى تاني الاسبوع الجاي ان شاء الله معلومات اكتر يعني. شكرا. طيب هقول لحضراتكم حاجه انا في حاجات ماشي حاضر انا هعمل لغايه هنقف لغايه هنا كده وتجربوا يرد بقى لغايه كده. ماشي يا باشمهندس رومان نقف لغايه هنا ونشوف تجربوا وطبعا المحاضره هتترفع طبعا هي محاضره واحده تبقى مرفوعه واحده هنرفعها مره واحده تمام. اللهم صل على النبي. فهنرفعها و ما شاء الله بسم الله هنرفعها واي حد عايز اي حاجه في اي وقت انا حاضر يتفضل معايا في يبعت لي على الواتس على الجروب او على الخاص انا حاضر في اي وقت. ماشي يا جماعه كتر خيرك كتر خيرك يا استاذ حسن ومتشكرين جدا على المحاضره الجميله دي. طبعا احنا بنشرح البلوكات عام او بنعمل شغل عام ولكن كل واحد بيخصص البلوك في المجال بتاعه تمام. اشكركم يا جماعه باشمهندس رويده اي وقت اتفضلي معايا في على المجموعه ابعتي لو اي حاجه وقفت قدامك يا جماعه اي حد يطبق ويقف معاه في حاجه انا حاضر تمام. باشمهندس شيماء نفس عينينا طبعا جزاك الله خيرا يا باشمهندسه سليمان جزاك الله خير جزاكم الله خير جميعا. أشكركم على الحضور.